السلام عليكم جميعا. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم بخير، وسنة سعيدة على حضراتكم وعلى أسركم كلها، ويا رب تبقى كلها سنة خير عليكم وعلى على العالم كله يا رب إن شاء الله. حضرتك السلام، الله يخليكم. إن شاء الله النهاردة يعتبر كده، النهاردة هنحاول نشطب الكورس بتاعنا، فهنعتبر كده يعني المحاضرة بتاعتنا النهاردة ديت رسمياً آخر محاضرة، لكن طبعاً الفترة اللي جاية دي كلها هيبقى في حاجتين. الحاجة الأولانية، أي حد من حضراتكم حابب يستفسر عن حاجة، يراجع حاجة، عايزين نعمل لقاء تاني، نعمل ريفيجن فيه، كل دوت وارد. الأمر التاني برضو اللي هو الجزء الأوبشنال، اللي هو الجزء بتاع الموديلينج. أنا حابب حتى أعرض على حضراتكم أحد المودلز اللي هو الاير ديسبيرشن موديلينج. الموديل ده أو النموذج دوت بنستخدمه في دراسات تقييم المخاطر الكمية البيئية، عشان نشوف معدل انتشار مادة ملوثة في الهواء. فالموديل دوت استخدامه لطيف جدا وبسيط وسهل، والنتائج بتاعته معبرة ومهمة. فإن شاء الله برضو على مدار الفترة اللي جاية، لو ظروف وقتكم يسمح وفي ناس حابة ومهتمة بالجزئية بتاعت الموديلينج، ممكن لقاء ونشرح فيه الموديل وتطبيقه واستخدامه ونعمل استادي عليه ويبقى استفدنا بيه. فده ان شاء الله على مدار الفترة اللي جاية، لان ان شاء الله من المفترض النهاردة نخلص الكورس بتاعنا، ومن هنا اليوم الامتحان او اما يتم تحديد مواعيد الامتحان اللي هي بعد يوم 20 فبراير، هيبقى الصورة اتضحت أو في خلال الفترة دي ممكن نعمل أي أكتيفيتي. بس فده النقطتين اللي أنا حابب إن أنا أقولهم لحضراتكم قبل ما نبدأ النهاردة الشغل. وبرضو لو حد من حضراتكم عنده رؤية، عنده فكرة، عنده حاجة نحب نناقشها، برضو نناقشها مع بعض كلنا. طيب تمام. نعم أتفضل، حد عنده تعليق او حد حابب كله تمام؟ طيب النهارده عندنا كيس ستادي لطيفه جدا، دي داخله في الكورس بتاعنا. يعني الكيس ستادي اللي فاتت بتاعت اللينكدين انا حبيت اعرضها على حضراتكم. دي دراسه حاله فعليه اللينكدين ديت، احنا عملناها بايدينا. يعني انا عارف فعلا، انا عملتها بايديا عارف كل أبعادها واتعملت إزاي وكل حاجة فيها، ومش داخلة في الكورس بتاعنا، يعني مش داخلة في المقرر بتاعنا. أنا حبيت أعرضها ليه؟ عشان تبقوا حضراتكم شايفين لما بنعمل دراسة تقييم المخاطر الكمية البيئية لمشروع معين بيتم تنفيذها إزاي، وإيه الطرق اللي إحنا بننفذ بيها، وإزاي بنتبع منهجية معينة، وبنطبق الايه الطرق القياسية المتعارف عليها دوليا. ودي احنا زي ما بأكد تاني احنا عملناها بإيدينا. طيب الكيس ستادي اللي احنا هعرضها النهاردة على حضراتكم ديت، دي بقى داخلة في الكورس بتاعنا. يعني ديت ممكن تيجي مثلا سي مثلا في الامتحان. طيب دراسة الحالة دي بتتكلم على الايكولوجيكال ريسك اسيسمنت لإيه؟ لبحيرة مريوط اسكندرية وفي مصر. يعني طبعا كلنا متابعين حالة بحيرة مريوط، ومدى أهمية كانت بحيرة مريوط. يمكن حاليا دلوقتي حال البحيرة بدأ يحصل له ريهابيليتيشن، يعني أو بدأت البحيرة تستعيد جزء من نشاطها تاني دلوقتي. ده بعد ايه؟ بعد القرارات بتاعت رئيس الدولة والحكومة
تجاه البحيرة دي وكل البحيرات الخاصة بمصر، مش دي بس يعني، مش الخاصة، مش بحيرة مريوط بس، لا، اهتمام الدولة ذات نفسها بالبحيرات، لأن هو طبعا للأسف يعني تم إهمالها الفترة اللي فاتت ديت، فالدولة بدأت تستوعب تاني بسبب طبعا مشكلة أو التحدي بتاع نقص المية الحلوة على مستوى مصر وعلى مستوى العالم كله، فبدأت مصر تاخد خطوات إيجابية في النظر للبحيرات الخاصة بمصر، والمورد المهم جدا جدا للمية الحلوة اللي بيغذي مصر كله. طبعا بحيرة مريوط للأسف كانت بتعاني من أحمال تلوث غير طبيعية الفترة اللي فاتت، وكانت يعني الحالة بتاعتها بتتدهور مش سنة بعد سنة، لا ده يوم بعد يوم، لا دي كانت لحظة بعد لحظة، بسبب للأسف تحملها لأعباء من الملوثات المختلفة من مصادر مختلفة بكميات مهولة مختلفة. وجات من هنا بقى أهمية الدراسة ديت بتاعت دراسة تقييم المخاطر البيئية ليها، وتمت الدراسة دي سنة 2009 من خلال مشروع بالتنسيق مع خبراء وأساتذة وعلماء وباحثين مصريين وأجانب أسبان من أسبانيا، من جامعات من أسبانيا. الدراسة ديت تضمنت كل ما له علاقة بدراسة الإيكولوجيكال ريسك أسيسمنت والخطوات بتاعتها، وتم تطبيقها، وهنشوف الدراسة دي النهاردة شكلها إيه ومشت إزاي وتم تنفيذها إزاي، عشان إحنا نتعلم منها الميثودولوجي في الوقت نفسه، نعرف إيه اللي حصل فيها. طيب إيه اللي حصل فيها؟ قبل ما نقول، هنقول طبعا مدى أهمية البحيرة دي. طبعا مصر يعني مصر زيها زي دول كتير جدا من العالم بدأت تستشعر العجز المائي على مستوى العالم كله، مش مصر بس طبعا، وإحصائيات كتيرة جدا بتتكلم على إن مع زيادة الأعداد السكانية والاستهلاك المفرط في المية الحلوة، فبدأت حصل شورتج على مستوى العالم، وطبعا بنتكلم على مصر، فأصبحت أحد التحديات اللي بتواجهها مصر اللي هي الشورتج بتاع الووتر شورتج ده. طيب طب ما احنا عندنا موارد، عندنا موارد طبيعية جميلة جدا ربنا مميز مصر بيها، اللي هي البحيرات، ومن ضمنها اللي هي بحيرة مريوط. دي تعتبر ريزرفوار مهم جدا للبراكش ووتر او المية الحلوة اللي احنا ممكن نستخدمها في العديد من الاستخدامات، حاجة رائعة جدا. وبس ويعني يمكن تم اهمالها الفترة اللي فاتت، لكن احنا عندنا امل في الفترة اللي جاية ان هي خلاص، ان هي الموضوع هيبقى كنترول دي. يعني طبعا البحيرة ديت مش مجرد ان هي بحيرة بس، لا ده بتمثل حاجة اساسية جدا، وبتقدم خدمات كتيرة جدا للشعب السكندري او لمصر كله. طب ايه هي الخدمات دهيت؟ الاول الخدمات ديت هي عبارة عن ايه؟ ان هي بتشتغل از ايه، دامبينج اريا. يعني ايه دامبينج اريا؟ يعني بتستقبل كل انواع الويست ووترز من اسكندريه والانشطه بتاعت اسكندريه. طب امر طبيعي جدا ان احنا نفكر كده، طب هي خلاص، ما هي كده بتستقبل المياه الملوثه ديت من الانشطه الصناعيه والزراعيه والصرف الصحي، لكن ما كانش هو ده المعمول حسابه. لكن اللي هي كان ايه بقى؟ كان معمول حساب ان الانشطه الصناعيه اللي في مصر، كل الاندستريال اكتيفيتيز اللي موجوده في اسكندريه على وجه الخصوص وعددها كبير في المنطقه ديت، كان من المفترض هيبقى عندها ووتر تريتمنت بلانتس في الشركات بتاعتهم،
والميه اللي طالعه منها او الويست ووتر اللي طالعه من الصناعات ديت هتكون ويل تريتد، يعني هتكون نظيفه. وفي الحاله ديت يمكن صرفها على البحيره كمرحله انتقاليه، ومنها ثم على مين؟ على الميديترينيان. يعني لو تمت بالشكل ده يبقى كده مفيش مشكله بالنسبه لمين؟ للبحيره، ان هي تستقبل المخلفات دي وتعتبر دامبنج اريا. طب جميل، لكن هل فعليا على ارض الواقع هو ده اللي حصل؟ للاسف وبكل اسف لا، مش هو ده اللي حصل. اللي حصل ان الشركات الصناعيه دي او الانشطه الصناعيه اللي موجوده في اسكندريه ما كانتش بتنفذ معالجه الميه الصحيحه اللي هي هيتم التخلص منها على البحيره الاول. ده سبب. السبب الثاني كمان عندنا الصرف الصحي ذات نفسه. نفس الكلام، كان المفروض بيتعمل له معالجه الاول قبل ما يتم صرفه على البحيره. نفس الكلام للاسف ما كانش بيتم عليه عمليه المعالجه الصحيحه عشان يتم التخلص منه على البحيره الاول. بمعنى خلاصة الكلام يعني إن البحيرة بدأت تستقبل ويست ووترز للأسف مالها فولي كونتامينيتد، يعني للأسف بقى، فحدث ولا حرج، وهنشوف الكلام ده بالإثبات. يبقى كان أول سيرفيس من السيرفيسز اللي كان بتقدمها البحيرة إن هي acting as dumping area. ده جميل جدا. طيب النقطة الثانية، طب ما هي ما شاء الله، هي الميزة فيها اللي هي ايه؟ كانت تعتبر مصدر من مصادر المية الحلوة، يعني أنا ممكن أستخدمها في الإريجيشن، ري، وفعلا حواليها زراعة، كانت فعلا. طيب لو هي المية ملوثة بالشكل ده هل ينفع أستخدمها في الزراعة؟ طبعا لا. وهل ينفع أستخدمها في الأنيمال درينكينج؟ نيفر. فطبعا للأسف طبعا فقدت الحيوية دي. يبقى كان من الخدمات اللي بتقدمها هي عبارة عن إيه؟ إن هي potential water source for irrigation for animal drinking، كل الكلام ده. فدي من ضمن الخدمات. النوع الثالث طبعا طالما في زراعة يبقى في تربية مواشي، طالما في زراعة يبقى في تربية مواشي، يبقى دي من ضمن كانت الخدمات، إن بيتم تربية الحيوانات والمواشي، يعني زيادة في الثروة الحيوانية، انتعاش في الاقتصاد الخاص بالثروة الحيوانية، فدي برضو من ضمن الخدمات. طبعا ما فيش شك لما يبقى عندك البيئة البحرية اللطيفة الجميلة ديت وخضرة ومكان خارج نطاق المدينة وزحام المدينة، يبقى شيء طبيعي ده الناس الاسكندرانيه وغير الاسكندرانيه بيهربوا للمكان دوت عشان الراحه النفسيه والارتياح، يعني مكان للراحه والاستجمام. فكان فعلا في زحف كبير جدا من الناس اللي هي راحت خدت في الكينج هناك، وكانت بالنسبه لها يعتبر يعني ريزورتس او منتجعات، وفي مستثمرين بنوا منتجعات هناك عشان يستثمروا فلوسهم ديت ويمتعوا الناس. فده برضو كان بحيرة مريوط كانت تعتبر a place where to live. الأمر الأخير كمان مهم جدا، عندي البراكش ووتر ديت، وكان في المية دي كانت كلير في الأول، فكانت تعتبر مجال كويس جدا للفيشريز، إن أنا يبقى عندي تربية أسماك ويبقى عندي مصايد أسماك. فطبعا تخيلوا كل ديت اللي هي الإيه؟ الخدمات اللي كانت بتقدمها البحيرة. طب البحيرة شكلها إيه؟ البحيرة زي ما أنتم شايفين كده هوت، هي عبارة عن إيه؟ أربعة بيزنز، أربع أحواض من المية. الأربعة دول هم عبارة عن المين بيزن، وده يمثل حوالي 25 كيلو متر مربع. الفيشريز ده صغير شوية، ها حوالي 4 تقريبا كيلو متر مربع، ده أصغرهم كمان. وبعدين عندي الشمالي الغربي، الحوض الشمالي الغربي
اللي هو 12.5 كيلو متر مربع، الأخير خالص اللي هو الجنوبي الغربي حوالي 31.5 كيلو متر مربع، وده أكبر. طب تعالى نشوفهم على الخريطة، تعالى نشوفهم على الخريطة شكلهم إيه. ده اللي هو المين، المين بيزن، ده الفيشري بتاع الفيشري الفيش فارم، ده اللي هو الساوث ويست، ده الايه الساوث ايست، الساوث ايست. تمام، دول الاربع احواض بتوع بحيره ماريوت. وزي ما احنا اتفقنا، بص كده الاول في الخريطه، في العموم ده مصرف من المصارف المهمه جدا اللي بيمر على من او من خلال البحيره ينوت، بيبقى اسمه مصرف العموم. وعندنا كذا مصرف تاني للأسف بيرموا كل المخلفات على البحيرة، وهو ده حال البحيرة. طيب يبقى احنا شفنا الموقع الجغرافي بتاعها اللي هو التقسيم الأربع غرف دول، أو الأسف أربع أحواض، والخدمات اللي بتقدمها البحيرة. طيب تعالى نبدأ الدراسة بتاعتنا بخطوة البلانينج، واحنا عارفين كويس جدا الشعار بتاعنا failing to plan is planning to fail. طبعا عشان كده الناس اهتمت وحست بأهمية البحيرة، فبدأوا يعملوا بلانينج ويسألوا مجموعة الأسئلة اللي احنا عرضناها قبل كده في خطوات وإجراءات تقييم المخاطر البيئية. بدأوا يسألوا نفسهم الأسئلة ديت، واكتشفوا في النهاية إن فعلا البحيرة تعاني الكثير والكثير من المشاكل البيئية. ومن هنا بدأوا يحطوا تصور عن إيه صياغة المشكلة ذات نفسها. طبعا اكتشفوا إن البحيرة دي طبعا نتيجة استقبالها كمية غير طبيعية من الملوثات الصناعية والآدمية. طبعا اكتشفوا التنوع كمان حتى في الملوثات، بدأت تظهر ظاهرة الايه اليوتريفيكيشن، اللي هي ظاهرة بتبين لنا حجم التلوث. دي إشارة أو علامة بتبين إن في فعلا البحيرة ديت فيها كم غير طبيعي من الملوثات، اليوتريفيكيشن ديت. وعلى أساسها طبعا تم صياغة المشكلة، وحطوا تصور كده. طب هي بتستقبل المخلفات بتاعتها قد ايه ومنين؟ قد ايه ومنين؟ استأذنكم بس تركزوا في المصادر والكميات. المصادر والكميات، وخدوا بالكم قد ايه. عندنا في محطة معالجة مية اللي هي اسمها بيقول المحطة الغربية، الويست تريتمنت بلانت اوت فول. المحطة دي بتعمل تفريغ للويست ووتر بتاعتها، ده سويج يعني، ده صرف صحي. بص كمية المية بتاعت الصرف الصحي بتبقى قد ايه، من 200 ل 300 ألف متر مكعب في اليوم صرف صحي. طيب عندنا محطة اسمها محطة القلعة، مصرف القلعة. مصرف القلعة ده بيجيب ايه؟ بيجيب حاجة لطيفة جدا، بيجيب ويست ووتر، اجريكالتشرال ويست ووتر وسيوج، الاتنين مع بعض. تمام؟ طيب كمية المية اللي بيجيبها الويست ووتر قد ايه؟ حوالي 400 ألف متر مكعب في اليوم. تمام؟ طيب افكركم تاني، السيوج هنا هو بيتعمل له برايمري تريتمنت بس، يعني مفيش لا سكندري ولا تيرشري ولا اي حاجه من دي خالص. برايمري يعني مجرد بس فلتريشن، ان هو يعزل السسبندد سوليدز بس، انتوا متخيلين بس يعني، عشان بس نبقوا مستوعبين الحجم اللي هي بتستقبله قد ايه من الملوثات، لود غير طبيعي. طيب غيط العنب اوت فول، مصرف غيط العنب، ماله بقى ده كمان؟ ده بسيط ولطيف، الكمية قليلة جدا،
من 25 ل 35 ألف متر مكعب في اليوم. بس إيه بقى؟ خد عندك رو سيوج ويست ووتر. رو يعني حتى ديت مش معمولها البرايمري تريتمنت. ايه كمان؟ سم اندستريال ويست ووتر. اندستريال ويست ووتر وبتبقى شايله كم غير طبيعي من الهيفي ميترز. على الرغم من الكميه قليله الا ان هي هيفلي هيفلي بوليوتد، وطبعا ديت للاسف يعني مسببه ازعاج ومشكله كبيره جدا. فدول الثلاثه سورسز الاساسيين اللي بيدوا على طول على البحيره، الايه؟ المحطه الغربيه، القلعه، وكمان غيط العنب. كل واحده بتدخل نوع من انواع الملوثات مختلفه، سويج، ريكالتشرال، اندستريال. الثلاث انواع من الويست ووترز المختلفين. طيب فاكتشفنا ان فعلا البحيره بتعاني اهي. الليك ماريوت ديت سفرز فروم اولموست اول بوسيبل انفايرمنتال بروبلمز، اللي هي مين؟ تعال نقسمهم تاني. عندي هيومن اكتيفيتيز، عندي اوربن اكسبانشن، واللودز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي البوليوتنتس لود. طب الهيومن اكتيفيتيز عملت ايه؟ عملت مصايب بصراحه، عملت لاند فيلينج، عملت بيلدينج اوف بيلدينج هاوسز وانفراستراكشر بطريقه عشوائيه. فجت على ايه بقى؟ جت على حساب مين؟ على حساب المناطق الزراعيه الاجريكالتشرال ارياز اللي جوه. ومن هنا شوف بقى التحدي بقى، شوف الموضوع قمه الصعوبه في ايه بقى؟ ان حجم البحيره كان حجمها 700 كيلو متر مربع كلها كده على بعضها. حصل لها ريدكشن، بقت كام؟ بقت حوالي 250 كيلو متر مربع نتيجه الايه؟ اللاند فيلينج ده. كل ديت عشان الناس تتبسط وتبقى يعني مصلحتها وشغله بالها هي بمصلحتها ومش مهتميه بالبحيرة وأهمية البحيرة والخدمات اللي بتقدمها البحيرة. الأوربان إكسبانشن طبعا كانت اسكندرية اكتظت خلاص بالسكان، فعايزة يحصل امتداد عمراني، فطلعوا على فين؟ على ما خارج مدينة الاسكندرية. وساعتها طبعا حصل بقى أبنية عشوائية ان كنترول طبعا ديبوزيشن وسوليد ويست. وافتكر ايام الثوره طبعا كلنا عارفين جدا ان اسكندريه مصنفه رقم واحد على مستوى مصر في المخالفات اللي هي بتاعت البناء. طبعا بدايتها طبعا موجوده في كل محافظات مصر، لكن اسكندريه خدت راحتها شويه وخصوصا ايام الثوره، وكلنا شفنا وعارفين كويس جدا العماره بتنزل في يوم بالليل وتاني يوم بيبداوا يبنوا حاجات زي كده. طيب الهدم بتاع العماره دي بيروح فين؟ كل تلاقي العربيات التراكس الكبيره واقفه وبتحمل كل المخلفات البناء ديت والمخلفات بتاعت الهدم وتجري بسرعه على خارج اسكندريه ترميها ولا من شاف ولا من دري واي حاجه في اي حاجه. طبعا ده كله كان السوليد ويستس ديت او الديبوزيشن بتاع السوليد ويستس دي خارج اسكندريه، يعني بيرموها على البحيره. وطبعا للاسف البحيرة عمالة يعني بتعاني. النقطة التالتة اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي ان هي هيوج اماونت من مين؟ الان اورجانيك والاورجانيك توكسيك سابستنس. طبعا منين؟ من المصادر المختلفة اللي احنا كنا قايلين عليها اهي، بنراجع تاني بس باسلوب تاني. حوالي 122.6 طن في اليوم صرف صحي. طب الصناعة اهيت حوالي 180 طن في اليوم. طب بالنسبة للمخلفات الزراعية نفس الكلام، حوالي اكتر من 6.5 مليون متر مكعب في اليوم. طبعا دي اللودز اللي هو عمال البحيرة عمالة بتستقبلها
وديت المشاكل اللي بتواجهها مين؟ البحيرة. الخطوة التانية طبعا بعد ما تم صياغة المشكلة وحطينا ايدينا على المشكلة، بدأنا نفكر في المرحلة. طب عايزين نشوف بقى المية دي شكلها ايه؟ احنا عارفين ان هي ملوثة، بس لأي حجم لأي درجة لأي مستوى لازم ناخد الخطوة بتاعة الاناليسيس. طب هنعمل ايه في الاناليسيس؟ هنجمع عينات زي ما حضراتكم شايفين كده، هوت البحيرة بامتدادها هي كده، كل دي البحيرة مفتوحة هي على بعض. تم جمع عينات زي ما انتم شايفين بثلاث انواع من العينات، في عينات اللي هي عند مناطق بوزيشنز معينة لونها احمر واخضر واصفر، كل لون من ده يعني نوع من انواع العينات اللي تم جمعها، وعلى اساسها تم تحليل العينات ديت. يبقوا شايفين بص التوزيع بتاع العينات ديت، طبعا ما اتاخدتش كده بهازارد يعني اي كلام في اي كلام، لا دي متاخده بناء على دراسه وعلم، وليه وازاي كل دوت تم دراسته بعنايه من خلال فريق الايه البحثي اللي هو اشتغل في المشروع. طيب عملوا ازاي؟ نفذوا الكلام ده ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت اهوت بدأ جمع العينات، وزي ما انتم شايفين دي مهمة جدا، في بعض العينات اللي كان واجب تحليلها في الموقع على طول، ما ينفعش اخدها المعمل واحلل هناك، لا. معظم الفيزيكال بارامترز زي ال pH اتش والكوندكتيفيتي والتمبريتشر والاكسجين كونتنت، في بعض الفيزيكال بارامترز دي لازم تتقاس ايه سون على طول، يعني اول ما عينه الميه تطلع زي ما انتم شايفين كده هنا اهي الميه، ويبقى عندي دول اللي هم السنسورز بتوع الايه الحاجات المختلفه اللي احنا بنقيسها، وده الجهاز اللي احنا برضو ايه بنستخدمه، قياسات مباشره سريعه على طول. فتم جمع العينات وقياسها في الموقع، وفي بعض العينات عشان اعمل لها كيميكال اناليسيس خدناها المعمل، مش انا يعني مجموعه العمل او فريق العمل الباحثين خدوها المعمل، وكان بيحللوا بقى بعض الهيفي ميتالز طبعا زي الحديد الزنك المنجنيز المانجنس الكابر النيكل الليد الكادميوم طبعا والكروميوم، كل ديت طبعا كل دي المعادن اللي هي الهيفي ميتالز اللي هي بتسبب فعلا مشاكل بيئيه ومشاكل صحيه. طبعا ما اكتفوش بجمع عينات الميه، لا ده كمان جمعوا عينات من الرسوبيات التربه اللي تحت او الرمله اللي تحت. طبعا كان يهمهم جدا يشوفوا الفيجيتيشن زي ما انتم شايفين كدهوت، ورد النيل حصل له انتشار غير طبيعي وبيأثر بالسلب جدا على جودة المية، وللأسف بياخد من كمية المية ديت، بيستهلك المية ديت اللي هي المية اللي احنا محتاجينها. فطبعا للأسف يعني كان وجوده بيبقى للأسف سلبي جدا، فتم تحديد اسمه ده ابص زي ما انتم شايفين كده بيتعمل بالبوز كده متر في متر، يعني ده متر مربع كده زي ما انتم شايفين كده متر مربع، فبيقيسوا التغطيه الخضراء قد ايه اللي هي الفيجيتيشن فيجوال ميجرز، بيشوفوا الدنسيتي بتاعتها قد ايه، ومن ضمن برضو الايه الدراسات او من ضمن إيه اجراءات التحليل. طيب يبقى احنا كده نتيجه بقى الايه الاناليسيز نقدر نحدد مين هم الاستريسورز اللي بيأثروا على البحيرة. أهم عرضناهم وعملنا لهم حصرناهم، وبص عددهم شكلها إيه. أول استريسور هو الدوميستيك سيوج، وكمان يا ريت كان هو يتم معالجته، لكن للأسف untreated غير معالج، زي ما احنا قلنا قبل كده رو سيوج، رو يعني خام. للاسف انا مش قادر استوعب والله يعني كان ازاي صناع القرار ومتخذين القرار في الفتره ديت سايبين الموضوع كده بالمنظر ده كده وبدون اي اهتمام بحاجه زي كده. فاني واي هو ده اللي حصل، لكن
الحمد لله النتيجة النهائية دلوقتي إن إحنا الدنيا بدأت تتحسن وبدأوا يحصل إيه استيعاب للموقف وعلاج للموقف. يبقى دي أول خطوة، أول نوع من أنواع الستريسورز الانفيرومنتال ستريسورز اللي هي الانتريتد دوميستيك سيوج. الحاجة التانية الانفيرومنتال ستريسور تاني الاندستريال، طبعا كمية صناعات اندستريال اكتيفيتيز في اسكندرية وخصوصا في المنطقة اللي هي حوالين البحيرة وكله بيرمي. طيب ده بالنسبة للصناعة. طب بالنسبة للزراعة، طب ما احنا قلنا ان في زراعة، وطب دي ميزة ان في زراعة، لكن الزراعة دول بيستخدموا اسمدة وبيستخدموا مبيدات، فطبعا النتيجة النهائية ان الاسمدة دي بتكون احيانا مفرطة عشان يسمد بسرعة عشان خايف من الديدان والحشرات والكلام من ده، بيستخدم مبيدات، فطبعا لا تتخيلوا كميات كانت بافراط كبيرة جدا. اصبح ده اللي هو الثالث الانفايرومنتال ستريسور الثالث. طبعا الهيفي انريتشمنت اللي هو الايه النيوترونز بالفوسفيت نتيجه المخلفات، طبعا نفس الكلام الاجريكلتشر والاربن توريزم، طبعا زي ما احنا قلنا اللاند فيلينج والديبوزيشن بتاع السوليد ويست، كل ديت نتيجه اللي هو الرود كونستراكشن واللاند فيلينج، كل دول اللي هم باقي الانفايرومنتال ستريسورز اللي كانت بتاثر على الايه على البحيره. طب ايه هو الباثويز بتاعتهم؟ زي ما احنا اتفقنا المخلفات الصناعيه والزراعيه زي ما احنا قلنا ادي هناخدهم من تحت لفوق، غيط العنب اوت فول، القلعه اوت فول، الويست تريتمنت بلانت اوت فول، دول الثلاث ايه المصادر الرئيسيه. طبعا اللي هم تحت الدرينج ووتر، الانكنترولد ديبوزيشن بتاعت السوليد ويست والاربن اكسبانشن. باشمهندس شادي اتفضل. هو حضرتك ده كده اكسبوجر باث واي ولا سورس بتاع الاستريسور؟ نعم ده اللي هو مكتوب على اليمين ده كده اكسبوجر باث واي ولا السورس بتاع الاستريسور؟ لا مش هو السورس، ده الباث واي اللي هيوصل الايه الانفايرمنتال ستريسور للبحيره. الباث واي ده الباث واي روت، لكن يعني مش هو المصدر. اللي انا فاهمه الاكسبوجر اللي هو الحاجه اللي انا بتعرض لها ازاي، يعني اذا كانت مثلا عن طريق الاكل او اللمس، يعني انا هتعرض للستريسور ده عن طريق مثلا في فيجيتيشن معين او اكل معين انا خدته كان ملوث، فده انا حصل لي تعرض من الباث واي ده. في معلش في اكسبوجر لوحده واكسبوجر باث واي اللي هو المسار اللي هيجي لك ازاي، يعني هيجي لك عن طريق ايه. يعني انت الاكسبوجر لو انا بتكلم في احنا خدنا في المحاضره قبل كده اللي هي الاكسبوجر اسسمنت، عندنا خمس نقط او خمس مراحل عقبال من اول السورس لغايه الريسبتور. السورس والريسبتور دول خطوتين، في النص في الاكسبوجر بوينت والاكسبوجر باث واي، صح كده خدناهم فاكرهم. الباث واي المسار اللي هيمشي فيه الايه الانفايرمنتال ستريسور لغايه البحيره، هيجي عن طريق يعني دلوقتي عندي مصنع، المصنع ده بيطلع ويست ووتر وعندي البحيره، ازاي الويست ووتر ديت تروح للبحيره؟ ها هتروح له ازاي؟ هتروح له عن طريق باث واي معين. الباث واي ده اللي هو مين؟ يا الاوت فول بتاع مثلا غيط العنب او غيط الاوت فول بتاع القلعه او الايه الاوت فول بتاع الويست تريتمنت يونت وهكذا، ده اللي هو الباث واي بتاعه. تمام، ما هواش مش الاكسبوجر ذات نفسه، الاكسبوجر ده اللي هو التعرض ذات نفسه، لكن ده احنا بنسميه الاكسبوجر باث واي. وصلت كده ولا ايه؟ تمام. طيب يبقى احنا كده اتعرفنا على الستريسورز والباث ويز بتاعتها عشان توصل للبحيره. طيب بعد ما خلصنا الاناليسيز طلعت نتائج، يعني جمعنا العينات حللناها طلعت نتائج. بص بقى الابهار في النتائج بتاعتنا، قسموا النتائج ديت ل تو كاتيجوريز هنشوفهم بقى. الكاتيجوري الاولاني اللي هي المناطق الميه اللي هي سيوتابل لمين؟ فور اكوا كلتشر،
يعني ايه؟ تصلح للاستزراع الايه؟ المائي، يعني اربي فيها اسماك تمام زي الفل. طيب النوع الثاني اللي هي جودة المية ونوع المية اللي هي ملائمة ومناسبة لعملية الري. طيب بص بقى الاثنين، تكتشف النقط المساحات الحمراء ديت هي ديت النوت سيوتابل، الخضراء اللي هي سيوتابل لمين؟ للاستزراع السمكي او الاستزراع المائي اللي هو اربي سمك فيه، يعني المية دي جودتها تصلح ان انا اربي فيها اسماك، اللي هي الاخضر بس، الاحمر ده كله غير صالح. تعال بص كده بقى تاني، لو نقدر كنت انا كان نفسي احط الاثنين جنب بعض بس عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم، اللي كان احمر بقى اخضر والاخضر بقى احمر. طب الاخضر ده ينفع ليه؟ للاريجيشن، والاحمر ده اللي هو مين؟ لا يصلح للاريجيشن. يعني ان احنا تعودنا وتعلمنا ان الميه ممكن اروي بيها واربي فيها واشرب منها، كل دي جوده الميه الطبيعيه، لكن كون ان هي تصلح لحاجه ما تصلحش لحاجه يبقى هي الميه جوده الميه يعني مش بيرفكت للدرجه دي، وده اللي خلصت بيه مين؟ النتيجه بتاعت مين؟ الدراسه. يبقى فعلا وصلنا للكونكلوجن. ندى يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو ايه الفرق؟ انا استاذنك بس والله انا سامعكم بالعافيه، مش عارف هل ده من عندي ولا من انتوا صوتكم واطي. كنت بقول لحضرتك معلش ممكن تقولي تاني الفرق بين التو جاس دي، يعني الاثنين بعد ما كانت البحيره افكتد بالبيوشن اللي حصل، الايه البحيره مالها؟ يعني في الحالتين، في الخريطتين اللي فاتوا دول، بعد ما كان بعد التاثير السلبي اللي حصل للبحيره. دي بعد تحليل العينات، بعد تحليل العينات اللي تم جمعها، ده النتيجة النهائية، دي النتيجة النهائية. وفرق التو جرافس ايه؟ وايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الخريطة دي، الجراف ده والجراف ده؟ ايه الخريطة الأولانية ديت المساحات الخضراء اللي هي جزء من البحيره، الميه دي صالحه للاكوا كلتشر. يعني ايه اكوا كلتشر؟ استزراع مائي. استزراع مائي يعني اربي فيها اسماك، مظبوط؟ تمام. يبقى المساحات الخضراء دي كلها تمام بالنسبه للايه؟ تربيه الاسماك واستزراع مائي، كل دي تمام. الحتت الاجزاء الحمراء من البحيره دي لا تصلح، يعني ما ينفعش جودتها، لا تصلح. طيب تعالي نشوف من منظور جوده الميه لاستخدمها في الري. اكتشفوا ان لما رسموا النتائج دي، طبعا الخرائط دي مرسومه بنظام الجي اي اس، جيوغرافيك انفورميشن سيستم، انتوا اكيد عارفينه. طيب عملوا نوع من انواع الانتربوليشن بين النتائج دي وبعضها، النتائج التحاليل، اكتشفوا مثلا المساحه الخضراء دي ممتازه جدا، الميه دي جودتها تصلح في الري الزراعه، اما الحتت الحمراء دي لا تصلح لمين؟ للميه بتاعتها دي لا تصلح للزراعه. فلو احنا حطينا الخريطتين دول جنب بعض كده نكتشف في مناطق تصلح لدي ولا تصلح لده، واللي لده لا تصلح لدي، معنى كده ايه؟ للاسف ان جوده الميه غير يعني غير معتاد عليها، لان احنا الطبيعي اول ما كانت البحيره دي قبل ما تستقبل جميع المخلفات اللي احنا قلناها ديت كانت بتستخدم الميه ديت لمين؟ كانت الميه كلها واحده، كانت نوع الميه واحده، كانت بتستخدم في الري وبتستخدم في الشرب وبتستخدم في الزراعه، في الزراعه وتربيه المواشي والمصايد، كانت بتستخدم في جميع الاستخدامات، وهي نفس نوع الميه، هي نفس نوع الميه. كون ان هي يحصل لها التريشن كده ويحصل لها تغيير، الى يبقى فيه فعلا في ملوثات بتمنع استخدامها في حاجات معينه وتصلح في حاجات معينه. فدي للأسف ده بيدل على إن إيه؟ إن فعلا البحيرة فقدت الكتير والكتير من خواصها، لذلك فعلا الإيه؟
الخدمات اللي كانت بتقدمها خرجت بقى خلاص من الخدمه بتاعتها اللي هي كانت بتقدمها. ف نعم لا بقول لحضرتك تمام فهمت تمام. طيب ومن هنا ده خلاصه الكلام بقى ايه الاسسمنت بقى بيقول لي ايه ده ملخص بقى النتائج حصرناه ده الكونكلوجن. فطبعا بيتكلم على التربيديتي لا اكتشفوا ان هي طبعا هي تربيد وهايلي تربيد كمان نسبه الاكسجين طبعا الاكسجين ساتوريشن حوالي 50% وده طبعا قليل جدا طبعا نسبه او تركيز ال H2S الهيدروجين سلفايد عالي جدا طبعا نسبه الفوسفيت طبعا عاليه جدا بسبب النيوترونز اللي موجوده العناصر المغذيه زي العناصر الفوسفرس والنيتروجين وكل ده بيسبب طبعا عمليه اليوتريفيكيشن كل الحاجات دي تم حصرها في الايه الاسسمنت والكونكلوجن. طبعا حدث ولا حرج عن بقى البند اللطيف ده الهيفي ميتالز اللي هو السورس بتاعه مين كل الصناعات بقى اللي هي بترمي على الاندستريال اكتيفيتيز اللي بترمي على مين على البحيره. طبعا العناصر بقى اللي هي زنك وكوبر ومانجنس وايرن وليد وميركوري وكادميوم طبعا كل الكلام ده تم رصده وتم رصد طبعا تركيزات مخيفه مرعبه. ف طبعا للاسف ده اكد ان البحيره بتعاني وتعاني من الايه الهيفي لودز اللي عليها. طيب الخطوه اللي هي حصر بقى الدراسه وتلخيص الدراسه كانت في الريسك كاركترايزيشن طبعا تم تلخيصها ان فعلا حصل التريشن في جوده الميه طبعا للاسف في اوفر يوزز من الريسورسز بتاعتها طبعا كميه البوليوشن اللي موجوده فيها تجاوزت الحدود اللاند فيلينج طبعا بتاع البحيره حدث ولا حرج على الاندستريال والاجريكالتشرال والسانيتري الان تريتد ويست ووتر الاوربن اكسبانشن والسوليد ويست اللي كان بيحصل لها ديبوزيشن هناك ديت اللي هي الثريتس او التهديدات اللي للاسف اثرت على مين على البحيره. بس طبعا اكتشاف خلاص الناس استوعبت ان فعلا نتيجه الدراسه ديت فعلا البحيرة بتعاني وتعاني وتعاني لكن ما ينفعش نسيب البحيرة كده هو بعد الاسسمنت والمجهود الضخم البحثي ده ونسيبها نقول لهم فعلا البحيرة بتعاني ونمشي لكن واجب على فريق العمل زي ما حقق الدراسة الهائلة دي وتعب فيها واجب عليه ان هو يقترح الايه يقترح الاسلوب بتاع الكنترول والمانجمنت. فحط مجموعه من التوصيات اللي احنا بنسميها الريسك ايه الريسك مانجمنت. طبعا رقم واحد الهدف الاساسي اللي هم على فكره يعني شوف الدراسه دي اتعملت من سنه كام حد فاكر؟ من 2009. ايوه برافو كده من سنه 2009. على فكره الدوله بدات تاخد بعين الاعتبار من الدراسات دي كلها السنة اللي فاتت يعني من أوائل مثلا 2020 أو نهاية 2019 يعني على الأقل بعد ما الدراسة دي اتعملت بعشر سنين. النهاردة يعني أما بدأوا يستوعبوا بقى الموقف قال لك بصي كاتبين التوصية دي من عشر سنين فاتت أو من 11 سنة فاتت improve the quality of sewage والاندستريال ويستس اللي هي بيحصل لها دامبنج دايركتلي اور اندايركتلي على اللي اسمه ده على البحيره. يبقى رقم واحد امبروف الايه الووتر كواليتي بتاعه الايه السيوج وبتاعه الاندستريال والاجريكلتشر كل ده. رقم اثنين مهم قوي طبعا بينصحوا الصناعات بقى يعني ارجوكم استخدموا بعض التكنولوجي الجديد بقى حاجه جديده اسمها ايه نون ويست تكنولوجي اللي بيسموها ايه حد عارفها اللي هي حاجه اسمها كده زد ال دي اللي هي زيرو ليكويد ديستشارج. طبعا استاذنا مين اللي بيقول بقى زيرو ليكويد ديستشارج؟ ابراهيم مصطفى. باشمهندس ابراهيم
زيرو ليكويد ديسشارج من اسمها كده، ان يعني الويست ده ما بيطلعش، ما فيش نقطه بتطلع بره الصناعه ديت، بالعكس دي بيتم الاستفاده من الويست ووتر ديت وبتدخل في الصناعه تاني. رقم واحد مش بلوث البيئه وتبقى صناعه صديقه للبيئه، وفي الوقت نفسه انا بعمل ري يوز تاني للميه ديت، يعني بعمل ترشيد للميه. من ضمن الشركات والصناعات اللي كانت بتستهلك كميات كبيره جدا من الميه صناعات الاسمده. يعني عندنا في اسكندريه شركه ابو قير للاسمده، انا فاكر كويس جدا ابو قير الاسمده عملت نشاط ضخم، كلفت وحده معالجه كبيره جدا في الصناعه عندها بالتكنولوجي اللي هو النون ويست تكنولوجي اللي هو زيرو ليكويد ديسشارج ديت. عملت الوحده دي وكلفت مبالغ ضخمه ملايين، بس النهارده هي وكانت بتدفع طبعا كم غير طبيعي من الميه وبتستخدمها في الصناعه بتاعتها، وفي الوقت نفسه كانت الميه ديت للاسف بيتم التخلص منها وبتبقى عبء على البيئه. فالنهارده عملت وحده معالجه ميه بالتكنولوجي الجميل ده الزيرو ليكويد ديسشارج، ان بتعمل اعاده استخدام الميه دي في الصناعه بتاعتها، ويبقى كده تمام الصناعه تمام، وحصل ترشيد لاستهلاك الميه، وفي الوقت نفسه مفيش اي مخلفات خارجه من الصناعه بتاعتها بتاثر على البيئه. فطبعا واجب ان احنا نحط ايه في بالنا، نقول للصناعات ديت استخدم بقى، اعمل محطات معالجه ميه، وقبل ما ترمي الميه دي على البحيره الميه دي لازم تكون متوافقه خواصها مع الخواص والمعايير المتفق عليها لوزاره البيئه. بالنسبه للزراعه زي ما احنا قلنا من ضمن الانفيرومنتال ستريسورز اللي هي مين؟ البيستسايدز والفيرتلايزرز. فبينشدوا الناس اللي بتوع الزراعه اللي بيزرعوا هناك، يا جماعه ليميت شويه من الفيرتلايزرز والبيستسايدز. يبقى النصيحه هنا limiting the use of fertilizers and pesticides في الاجريكالتشرال ايه اند والريدكشن بتاعت النيتروجين والفوسفورس، ان هم دول النيوترونز او مصادر النيوترونز اللي هي بتسبب لنا اليوتريفيكيشن. طيب احنا هل احنا محتاجين قوانين ومحتاجين تشريعات يعني عشان الناس تنتبه ليها؟ لا يا جماعه، التشريعات موجوده، القانون موجود، لكن مطلوب مننا ان احنا نفعل الايه البوليسز ديت ونعمل لها انفورسمنت، نفعلها ونشدد عليها شويه. يبقى الكنترول بوليسز اند ميجرز شود بي انفورسد، يتم الضغط عليها شويه تفعيلها عشان المصلحه العامه، المصلحة العامة. طيب نقطة كمان، التوعية. التوعية، ما احنا يعني الناس لازم يكون عندها استيعاب كويس جدا ان المخلفات ديت يعني الصناعات ديت بترمي المخلفات بتاعتها، والزراعة والصرف الصحي كل ده بيعقب تاني على نفس المواطن. يعني الناس مفكره في الصناعات ديت ان هي مش هتاكل من الزراعه بتاعت بحيره مريوط، او مش هتاكل من السمك ده، لكن مين عارف؟ هو حد لما بيروح يشتري سمك ولا بيشتري خضار ولا بيشتري فاكهه هو عارف هو مزروع فين؟ محدش عارف وبياكل. فواجب على الناس يبقى في اويرنس من خلال سبيشال تريننج بروجرامز عن الانفايرمنتال بوليوشن والمشاكل والتحديات اللي احنا بنواجهها، وخصوصا بحيرة مريوط. طيب كل ديت اللي هي التوصيات اللي تم وضعها في صورة الكنترول والمانجمنت، وبعدين في النهاية اتحطت بقى priorities، مين نبدأ بمين. طبعا كلهم مهمين، وكل التوصيات دي واجب العمل بيها بصوره متوازيه، ما ينفعش نبدي واحد على التاني، لكن برضو لازم نفكر فيها، نقول ايه
يبقى واجب علينا ان احنا نفكر في الدوميستيك ويست ووتر مانجمنت، الاندستريال والاجريكالتشرال ويست برضه مانجمنت، اللاند بلاننج. خلي بالنا بقى كفايه عشوائيه، كفايه بقى اللاند لاند فيلينج كده بعشوائيه، الان بلاند ديت لاند فيلينج، اي حد عايز يبني في اي حته يروح يبني ويردم واي كلام في اي كلام. كفايه بقى، كفايه تجاوزات. في النهايه كمان لازم يتعمل لونج تيرم انتجريتد ليك مانجمنت بلان، لان معروف مش هنمسك عصايه سحريه تاني يوم نمسك العصايه السحريه نلاقي تاني يوم البحيره نضفت، مش ممكن طبعا. دي محتاجه مده طويله عشان البحيره دي ترجع تستعيد نشاطها تاني. يا جماعه الميه مش التلوث، مش مجرد في الميه، ده واصل للسيدمنت. السيدمنت وفيها تراكمات غير طبيعيه من المخلفات ديت، فللاسف هتاخد وقت طويل لغايه لما الايه يحصل لها ريهابيليتيشن تاني وترجع البيئه لطبيعتها تاني. بس المفروض نوقف المصدر، المفروض نوقف المصدر. كفايه كفايه كفايه، لان فعلا يعني حاله البحيره وصلت لمرحله سيئه جدا. لكن هل احنا الامل كده انتهى؟ لا بالعكس، للاسف البحيره عانت كتير 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 وحالتها ازدادت سوء، لكن عندنا امل طبعا. وبدا الامل ده يتحقق فين؟ من السنه اللي فاتت لما بدات الدوله تهتم جدا بالايه البحيره مريوط وغيرها من البحيرات اللي هي في مصر، وبدات تعمل فيها ايه، بدات تستعيد نشاطها تاني، بدات فعلا تسترجع للدراسات البيئيه اللي زي ديت كده وتشوف ايه التوصيات، ايه المصادر المشكله، بدات تكلم الصناعات وبدات تشوف كل مشكله من المشاكل ديت بدات تحلها من جذورها، من جذورها. هي الحل كده انك انت تعرف الروت كوز فين وتحل. لكن النهارده انا هعمل يعني هعمل ووتر تريتمنت للبحيره؟ لا طبعا، انا لازم اشوف السورسز، لازم اشوف السورسز، هي دي اللي انا اقدر ايه اتعامل معاها. طبعا في النهايه هم دول فريق العمل اللي اشتغلوا، الناس ديت من خبراء وباحثين من اسبانيا، بالتنسيق مع مين؟ مع الناس من مصر، وتم بقى ايه تنفيذ المشروع ده، والنتيجه النهائيه المشروع اللي احنا بصدد ليه، او النتيجه اللي احنا بصدد ليها. دي دراسه جميله جدا خاصه ببحيره مريوط، تم تنفيذ الايه الاجراءات والخطوات بتاعه الاي بي اي، واتعملت بحرفيه عاليه جدا وبطريقه علميه عاليه جدا. والميزه فيها ان للاسف طبعا التطبيق كان نفسنا التطبيق بتاعها برضو من سنه 2009، لكن اتاخرت 10 سنين وبدا التطبيق دلوقتي وبدا التعامل دلوقتي. فدي كانت يعني على الرغم ان طول الفتره زادت او 10 سنين، لكن على الاقل في نتائج دلوقتي ايجابيه. دي الحدوته كلها بتاعه بحيره مريوط والمجهود اللي اتبذل فيه، و الدراسة اللي تمت بخصوص الإيكولوجيكال ريسك أسسمنت. حد من حضراتكم عنده استفسار أو سؤال؟ أستاذتنا أستاذة وفاء، مهندسة وفاء، اتفضلي. هو بس حضرتك لو سمحت لي دكتور، هو هل في يعني إيكولوجيكال ريسك أسسمنت حصل لبحيرات تانية غير مريوط؟ في، بس انا مش تحت ايديا قوي. يعني هو بس لسبب يعني ان هو حضرتك يعني معظم البرنامج اللي بيتم عندنا في الجهاز بخصوص البحيرات يعني هو دايما بيتلخص في المونيتورنج في الفيلد تريبس، صح، بتبقى بشراكة مع معهد علوم البحار في اسكندريه، بيكون من خلال رحلات بتبقى يعني سيزونال، يعني كل 3 شهور ده اللي بيتم، وبناء عليه بيطلع بقى ريبورت بالتفاصيل. تمام. بس مثلا يعني في بحيرات زي بحيره المنزله مثلا لا تقل اهميه عن بحيره مريوط،
صح. وتقريبا نفس الانبوتس ايوه يعني واحدة برضو، طبعا مصارف يعني مصارف ايوه كبيرة جدا مفهوم جاية من القاهرة وجاية من محافظات تانية وشايلة كل مظبوط أنواع البلوشن برضو نفس النظام. تمام. يعني هقول هدفي لحضرتك من السؤال هو ليه الاهتمام بمريوط رغم إن في بحيرات على نفس الشكل أو في ده نفس سؤال، الاسترنس يعني؟ سؤال رائع جدا. انا اقول لحضرتك حاجه، ده سؤال رائع جدا. كل البحيرات واخده نفس درجه الاهميه، خلينا نتفق على كده تمام. تمام كل البحيرات في مجهود بحثي، سواء بحثي منفرد عن طريق باحثين في كليات العلوم ومراكز الابحاث، بيعملوا ابحاث بصوره فرديه. الغرض منها ايه؟ الغرض منها ابحاث علميه، يجمعوا عينات ويحللوها عشان يطلع بحث ويترقى بيه وينشره ويترقى بيه. تمام؟ تمام خلينا متفقين، انا بكلم حضرتك بكل صراحه وبامانه. فكل البحيرات، كل كليات العلوم، قسم كيمياء، قسم بيئه، قسم علوم بحار، بيعملوا المجهود ده بغرض ايه؟ يبقى عنده طالب ماجستير او طالب دكتوراه، يا ابني تروح يجمع عينات من البحيره ونحللها. طبعا كل الشغل ده مفيد وممتاز جدا، ولكن بيبقى على ويطلع توصيات على فكره، ويطلع نتائج ويطلع توصيات، والطالب اهتمامه كله ان هو يحصل على الدرجه، والاستاذ ينشر بحث وهو يستفيد بيه، وينشر البحث وينشر التوصيات بتاعته في مؤتمر في مجله، ولكن دي استفادات شخصيه. طب الدولة فين من الأبحاث ديت؟ الدولة بعيدة. طب الدولة بتعمل إيه؟ بتعمل نفس اللي حضرتك قلت عليه ده، بتعمل بتجمع عينات دورية بمعدل كل ربع سنة، وتجمع العينات ديت وتحللها وتطلع نتائج، بس بغرض إيه برضو حضرتك؟ عشان تقرير اللي هي بتقدمه كل سنة عن حالة الإيه؟ البيئة البحرية بتاعت مصر وحالة كل البحيرات. الغرض برضو خلينا نوصل لغاية الغرض النهائي من المجهود البحثي ده ايه. تمام؟ طيب تمام يبقى كده وضحت الصورة بين الباحثين بطريقة منفردة، وحتى الجهات المختصة في مصر اللي هي بتبذل مجهود كبير جدا برضو لمتابعة جودة المية والمونيتورينج والرصد والمتابعة، برضو الغرض منها ان هي بتجمع عينات وتحللها وبتصرف كتير، وفي الاخر بتطلع تقارير سنويه بتتكلم فيها على الحاله. طب وبعدين؟ لسه برضو ما فيش اي ردود فعل، وبتحط توصيات، بس فين بقى التفعيل؟ دي نقطه. طب نرجع بقى لسؤال حضرتك، بعد المجهود ده كله اشمعنى بحيره مريوط اللي اتعمل على المشروع ده؟ لا مش اشمعنى، اللي حصل ايه؟ ده بيبقى فيه مشاريع بحثيه، مشاريع بحثيه مموله من الاتحاد الاوروبي مثلا. تمام المشاريع البحثيه ديت العلميه، مثلا انا هدي لحضرتك مثال، انا عندي هنا اهوت مثلا دخلت مشروع بحثي مع باسم مثلا الاكاديميه، بالتنسيق مع جامعه اسكندريه، مع جامعات تانية من مصر هنا، بالتنسيق مع بعض الجامعات الاوروبيه من اسبانيا، من ايطاليا، من المانيا، من اسمها ديت اليونان. عملنا كونسورتيوم كده وقررنا ان احنا نعمل نشوف جوده الميه ومعالجتها، واخترنا مثلا، احنا اخترنا ايه؟ ما لازم احنا هنشوف تقنيه جديده لمعالجه الميه ويتم تنفيذها. طب ننفذها فين؟ من شروط المشروع ان احنا لازم نختار منطقة لتنفيذ الايه؟ التطبيق بتاع المشروع. طب نختاره فين؟ احنا في اسكندرية مش معقول هنروح المنزلة عشان نطبق حاجة، فلازم ندور على حاجة جنبنا. فنطبقها فين؟ قلنا بس هنروح نطبقها عندنا مثلا في بحيرة مريوط. هو ده اللي حصل. تمام الباحثين اللي قدموا المشروع للاتحاد الأوروبي عشان يتم تمويله كانوا اساتذه من مثلا من جامعه اسكندريه، فلما قدموا البروبوزل ده ونجح البروبوزل وتوافق عليه، قال لك طيب من ضمن الحاجات اللي هيحصل تطبيق فيها مين؟ قال لك بحيره مريوط. فعشان كده طبقوا الدراسه دي على بحيره مريوط. ادي حضرتك مثال، ده شخصي انا، معايا انا داخل مشروع
برضو زي ما بقول لحضرتك معانا ناس من فرنسا، معانا ناس من اسبانيا، معانا جامعه من المغرب، واحنا هنا هوت من اسكندريه الاكاديميه مع جامعه اسكندريه داخلين مشروع برضو ليه علاقه بمعالجه المياه الصرف الصناعي، وعاملين تكنولوجي كده باستخدام النباتات، انواع معينه من النباتات. جميل جدا. طب احنا من اسكندريه، انا من اسكندريه في الاكاديميه، وجامعه اسكندريه اساتذتي وزمايلي في جامعه اسكندريه من اسكندريه، عايزين منطقه بايلوت، بيسموها بايلوت اريا. ايه البايلوت اريا بتاعتي اللي انا هنفذ عليها المشروع بتاعي؟ ما لازم نختار بقى منطقه. مين المنطقه؟ هل هروح بقى اروح بحيره المنزله، ولا اروح اشوف مصرف مش عارف مصرف ايه مثلا في محافظه الغربيه، ولا الدقهليه، ولا اختار حاجه جنبي؟ لا تمام، انا بس كنت جنبي. متصوره حضرتك ان يعني، لان طبعا انا عندي الملخص بتاع مريوت وعندي ملخصات للمنزله، فانا كنت متصوره ان مريوت مثلا لها حاجه تميزت بيها، لا لا لا، قالت ان في توجه من الدوله للاهتمام بمريوط دون غيرها. لا 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 يا فندم، لا لا لا، هي قدرا ان الباحثين في جامعه اسكندريه هنا هوت ربما يكونوا هم نجحوا ان هم يقدموا على المشاريع ديت، واختاروا البايلوت اريا اللي هي مريوط، ونجحوا في الحته دي، فعشان كده كان من حظ مريوط دي اتهرت بأبحاث، اتهرت لدرجة مع كل احترامي الأساتذتي في جامعة اسكندرية قسم علوم بحار ومعهد علوم بحار ومصايد، بقى في بعض الأساتذة اللي هم دومينيتنج على البحيرة. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو باحثة من معهد تاني ومن جامعة تانية حبيتي تجمعي عينات، بتهيألي لازم تروح تستأذنيهم الأول. يعني وصلت المرحلة لكده ان الناس دي فكرت ان البحيره دي بتاعتها، ما حدش ينفع يروح يجمع عينات ولا يدرس حاجه. طبعا الكلام ده انا بهزر طبعا، لكن كتر ما الناس الباحثين دول الاساتذه دول اهتموا جدا بالبحيره، وعملوا كم غير طبيعي من الابحاث فيها، وبذلوا مجهود ضخم، وعندهم كميه من الابحاث مش محتاج حد تاني يروح، يعني بصراحه تانيه. بس يا رب يا رب ايه يا رب الناس تعمل باللي اتعمل في الابحاث ديت، كم ابحاث بتخرج بنتائج وتوصيات كتيره. انا بس هلخص الكلام تاني، اجابه السؤال على حضرتك تاني، الدوله مهتمه زي ما بقول لحضرتك بجميع، وحضرتك طبعا اكيد عارفه كده كويس، بجميع البحيرات، ولكن كان من نصيب الاسد بحيره مريوط للباحثين ان هي عملت مجهود فيها، لكن توجه الدولة من السنة اللي فاتت كان على جميع البحيرات ان هي حتى. طب انا اقول لحضرتك بحيرة المنزلة عملوا كان فيها كمية تعديات غير طبيعية للمصايد. صح كده؟ ازلوها. عملوا ازالة كاملة. عملات ازالة غير طبيعية. فطبعا لكل البحيرات، كل البحيرات حصل فيها الدولة فائت ليها بصراحة، الدولة فائت للموضوع ده فعلا. ليه؟ عشان معلش جات لهم بقى بصراحة، يعني أنا أقول حضرتك في الجهاز وكده، لكن الناس يعني هو انفورسمنت بقى، يعني هي كده لازم نفوق، لازم نصحى. هو ما كانش ينفع غير كده. بالظبط، برافو على حضرتك كده. لازم يبقى فيه، لازم فيه تدخل قوي بقى يا جماعة. احنا كلنا بنعاني من الشورتج بتاع المية، لا لازم نفوق، لازم الدولة تفوق، ولازم يتشد عليها عشان كلنا نفوق. كم غير طبيعي من الأبحاث حبيسة الأدراج. حرام يا جماعة، حرام، خسارة. فمجمل الكلام إن الحمد لله يمكن فات كتير شوية، كتير قوي على البحيرات دي، لكن من سنة فاتت بدأت الدنيا تتحسن، وبدأ النتائج. يعني إن شاء الله طبعا الموضوع بياخد وقت، كام سنة بتستقبل المخلفات دي، فعلى الأقل يعني هتاخد يعني برضو وقت على ما يحصل نوع من أنواع الإيه، استعادة النشاط تاني.
فإن شاء الله إن شاء الله متفائلين خير، ولولادنا كمان وللأجيال اللي جاية الموارد الطبيعية ديت عشان يحصل فعلا فعلا sustainable development، يحصل تنمية مستدامة وتفضل البحيرة ديت مستدامة بالخير ده والموارد الجميلة اللي ربنا من علينا بيها تفضل مستديمة كده ونحافظ عليها وتستديم للأجيال اللي جاية فعلا يا رب. بس شكرا. باشمهندس إبراهيم. أي دكتور، أنا عندي سؤال بالنسبة للجزء بتاع المانجمنت. أيوه. إحنا دلوقتي كل التوصيات بتقول إن إحنا نوقف الويست اللي نازل ده، أو على الأقل نعمل له بري تريتمنت. بس بالنسبة للمية اللي موجودة أوريدي دلوقتي دي محتاجة تريتمنت، أو إزاي هترجع زي ما كانت الأول؟ ده سؤال جميل جدا، رائع جدا. يمكن انا قلت في وسط الكلام كده الروت كوز، احنا حطينا ايدينا طبعا على عم عمل البروبلم فورميوليشن، عرفوا المصادر اللي هي بتاعت المشكله، وده الروت كوز، ده المشكله، ده جابوا المشكله من جذورها وعرفوا. يبقى انا دلوقتي اما اجي اعالج ما اديش مسكنات، لان انا مش هينفع ادي، مش هقدر اعالج البحيره ذات نفسها يعني فور ذا تايم بينج مش هقدر. لكن اللي في ايدي دلوقتي ان انا امنع السورس تاني ان هو يزيد من التلوث اللي في البحيره. فهو دلوقتي الخطوه الاساسيه ان بدا الكنترول من الايه؟ من السورسز. الحاجه الثانيه يكون ان يتوقف السورس دوت، يبقى البحيره عندنا مبدا جميل جدا في علوم البيئه، ان البيئه قادره على تنظيف نفسها بنفسها. البيئة قادرة على تنظيف نفسها بنفسها. طبعا مش معنى كده ان احنا هنسيب البحيرة لوحدها، لا، لكن هنعمل ايه؟ حاجة لطيفة حضرتك هتعرف. شفت حضرتك كمية الفيجيتيشن او الكافرج بتاع الفيجيتيشن اللي موجود في البحيرة، مغطي ورد النيل وبعض النباتات اللي هي بتنمو بصورة يعني بكرم ربنا وفضله كده، يعني بطريقة كده، كل ديت هيتم ازالتها. طب دي مشكلتها ايه؟ لا، مشكلتها مشكله كبيره، ان هي بتعوق السيركيوليشن بتاع الميه في البحيره، وبالتبعيه ممكن بتزود بقى، بتقلل اللي هي نسبه الاكسجين اللي في الجو، وبالتبعيه اسف في الميه، يبقى الاكسجين ده اللي هو محتاجه الكائنات الحيه اللي موجوده. طب انا لو عملت ازاله للنباتات والخضره ديت، كل الاجريكالتشرال او الفيجيتيشن كفرج دي كلها كده، اللي هيحصل سيركيوليشن تاني في الميه، والسيركيوليشن ده هيزود نسبه الاكسجين. المخلفات اللي هي او الرسوبي دي هيتم تدويرها، هتبقى تنزل على الميديترينيان، وتبقى البيئه المائيه ديت قادره على تنظيف نفسها بنفسها. في مقابل حاجة مهمة جدا، ان انا وقفت السورس، يعني ما عنديش تاني لودز على مين؟ على البحيرة. طبعا الموضوع ده هياخد كم كبير جدا من الوقت عشان الحد الادنى من اين يحصل استعادة تاني للبحيرة بجودة المية بتاعتها الطبيعية. لكن ان انا اعالج المية بتاعت البحيرة ازاي؟ صعب جدا، يعني صعب جدا. لكن تمام يا دكتور، هو انا كمان كنت بتكلم كمان، يعني في جزء احنا درسناه مع حضرتك على البيولوجيكال مانيفيستيشن، ان بعد شويه الستريسور او البليوتنت اللي حاصل ده هيحصل له مانيفيستيشن في الاسماك مثلا، او في الكائنات الزراعه مثلا او كده، فيحصل له دوبليكيشن لحجمه. زي مثلا الهيفي ميتلز اللي حضرتك اتكلمت عنها. مظبوط، الهيفي ميتلز او غيرها كمان، وزي الدي دي تي اللي هي زادت تركيز. بالظبط، انا قصدي على الحاجات اللي هي ما بيحصلهاش يعني ديجريديشن، او البيئه ما بتقدرش تخلص منها يعني. بص هقول لحضرتك حاجه، كون ان احنا يعني يبقى في فكر ان احنا نعالج الميه ذات نفسها بتاعت البحيره، ديت توجه صعب. او انا عن نفسي، عن شخصيا، ما عنديش تصور عن ايه هو التريتمنت او التكنولوجي اللي احنا ممكن نعملها. لكن الاهم نقطه نشوف اللي هي العجز في بعض البارامترز المهمه فيها، يعني نقص
تركيز الاكسجين مثلا فيها دي نقطه مهمه جدا بتاثر على الكائنات الحيه. عايز اقول لحضرتك لو بتتكلم مثلا على البايو كونسنتريشن اللي هي الماجنيفيكيشن او زياده تركيز الايه الملوثات مثلا في الاسماك او في النباتات، دي هيجي في وقت معين زي ما احنا اتفقنا احنا محتاجين لونج تيرم مانجمنت. اللونج تيرم مانجمنت دي بتتكلم في 15 سنين، يعني جيل من الاسماك ده هينفق وهيعدي اللي هو الملوث ده وانتهى على كده، يبقى الجيل اللي بعد منه خلاص ما فيش اي سورس تاني من الملوثات، عشان كده مش هيبقى فيه في جسمه اي ملوثات، يبقى فعلا خلاص اللي جاي هيبقى فعلا ما فيهوش اي ملوثات. لكن نفكر فيها كده، انا بالنسبه لي مش من العلم ما عنديش فكر معين او تكنولوجي معينه ان انا اقدر اعمل بيها ووتر تريتمنت او اقدر اتعامل مع الكائنات الحيه الاسماك، مثلا الم الاسماك الكل اللي فيها الاسماك ديت ونبيدها مثلا وعشان ملوثه او حاجه زي كده، الكلام ده يعني غير وارد في الفكر. لكن دلوقتي الناس شغاله على السورس وان البيئه قادره على تنظيف نفسها بنفسها، فهيبقى مع اللونج تايم كده هيحصل ان البيئه هترجع تاني لطبيعتها تاني وهترجع تاني. تمام يا دكتور، انا كل طبعا احنا متفقين ان لازم السورس يوقف، بس اللي انا اقصده ان يعني الكواليتي بتاعت المايه دي احنا امتى نقدر نقول عليها ان هي خلاص مش صالحه؟ يعني امتى توصل لمرحله الكولابس ان انا ما اقدرش استخدمها يعني نتيجه البليوتنت اللي موجوده جوه؟ ده وارد ان هو يحصل؟ والله الدراسه من سنه 2009 اللي حضرتك شايفها دي صنفت المايه دي تصلح للزراعه، المايه دي لا تصلح للاستزراع المائي وهكذا. فهو دلوقتي في اكيد طالما بداوا يعملوا عمليه الكنترول عليها وينفذوا المانجمنت بلان على البحيره ديت وعلى غيرها، اكيد بالتوازي في مونيتورنج بلان، ده كمان بيسموها اون جوينج مونيتورنج بلان، يعني مونيتورنج بلان دوريه، فبالتوازي مع عمليه مين الكنترول والمانجمنت، يبقى لازم بياخد عينات ميه وفعلا بيعمل عليها كنترول، الميه دي ينفع استخدمها ولا ما ينفعش استخدمها، و طول ما بيحصل كنترول طول ما بيحصل مانجمنت هتيجي لحظه معينه هيقول الميه دي خلاص ممكن استخدمها في الزراعه، الميه دي استخدمها في الاستزراع المائي، الميه دي ممكن استخدمها في الشرب كمان وهكذا. فالكلام ده من خلال خطه اداره الايه الموارد المائيه بالبحيره دي او البحيرات الثانيه، ده مع الوقت. انا ما عنديش دلوقتي اللي هي المانجمنت بلان اللي هم بينفذوها، لكن هم فور شور الحد الادنى هينفذوا الحاجات اللي احنا اللي قدامنا دي دلوقتي اللي هي التوصيات اللي الكومن اللي في الدراسه ديت، فدي امر طبيعي جدا لو اتنفذت هيحقق نفس النتيجه اللي احنا عايزينها. ففور شور ان هم دلوقتي الاداره القايمه على الموضوع ده اكيد بتعمل اللي احنا بنقول عليه ده او اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي في التوصيات ديت. بس تمام، شكرا. طيب انا طبعا بشكر حضرتك، سؤال جميل وسؤال اختنا مهندسة وفاء جميل جدا برضو، بيفتح لنا رؤية وبيفتح لنا فكر، ولو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال او استفسار تاني بخصوص المحاضرة النهاردة او في الكورس بتاعنا عامة يعني. طيب خلاص، انا طبعا بتمنى لكم كل خير وكل التوفيق. احنا كده خلصنا المقرر بتاعنا، طبعا من النهارده لغايه ربنا كريم للميعاد، تحديد الميعاد بتاع الامتحان، وغالبا طبعا زي ما احنا عارفين اكيد من بعد 20 فبراير. طول الفترة ديت احنا على اتصال اللي عنده اي سؤال او استفسار. انا برضو نفسي ادي لحضراتكم محاضرة عن الموديلينج، طبعا هي رقم واحد، هي مش داخلة معانا في الامتحان، لكن هي حاجة اساسية
ان لو حضراتكم تتعرفوا عليها، وخصوصا انا هوري حضراتكم حاجه واحده بس اللي هو البرنامج بتاع ألوها، ازاي نشغله وازاي نعمل عليه سيناريو وازاي نستفيد بيه، ازاي احنا بنستخدمه في الدراسات بتاعتنا. يمكن وريت لحضراتكم الاسبوع اللي فات استخدمناه في عمليه الاير ديسبيرشن موديلنج الخاص بموضوع اللندين. فان شاء الله ممكن في خلال الفتره اللي جايه ديت لو ظروف وقتكم يسمح، وانا نفس الكلام، ننسق نعمل سيشن كده ونشتغل فيها الجزء، نوري حضراتكم الموديل وادي حضراتكم كيس كده هو تشتغلوا بايديكم وننفذها. انا عندي فكره بس ما اعرفش هل انا افضل ان كنتوا تعملوها، ايه رايكم؟ يعني انا دلوقتي ممكن ابعت لكم البرنامج تشتغلوا عليه وتعملوا سيناريو، انا هعمل لكم هديكم سيناريو حدوته كده معينه، وحضرتك مطلوب منك تنفذ الخطوات تشغل الموديل. طب انت ما تعرفش الموديل بيشتغل ازاي؟ لا، انا هبعت لك خطوات بتاعه تنفيذ الموديل خطوه بخطوه، يعني شكل الموديل الخطوه دي هتدوس على ايه، هيطلع لك منيو شكلها ايه، افتح ايه، هحط رقم ايه، خطوه بخطوه. فدي انا ممكن ابعتها لكم، يبقى دي فرصه تمهيديه لقبل المحاضره بتاعتنا ونعتبرها اكتيفيتي، وبرضو ايه حضراتكم تستفيدوا بالدرجات بتاعتها. فايه راي حضراتكم؟ تمام يا دكتور. طب رائع جدا. يبقى انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبعت لحضراتكم السوفت وير بتاع البرنامج بتاع ألوها. انا حتى دلوقتي هوري حضراتكم كده في عجاله شديده كده عشان لا العجاله ليه؟ طب ما احنا هنشتغل لسه في وقت. طيب انا هشير دلوقتي، قولوا لي كده حضراتكم ظاهر قدامكم كده ولا لسه؟ ظاهر قدامكم كده يا فندم؟ ايوه دكتور. تمام. طب جميل جدا. البرنامج دوت اسمه ألوها. اول ما بيفتح كده، انا عايز بس اوري حضرتك ايه اباوت ألوها. ألوها دوت تم اصداره من الاي بي اي، طبعا ديفلوبد باي الاي بي اي. جوه الاي بي اي في حاجه اسمها الاوفيس اوف ايمرجنسي مانجمنت، ده جوه الاي بي اي بالتنسيق مع مين؟ مع نوا. طبعا جوه نوا مين بقى؟ الايمرجنسي ريسبونس ديفيجن جوه نوا، يعني جهتين دوليتين معترف بيهم دوليا. طب ده افهم منه ايه؟ افهم منه حاجه مهمه قوي، يعني افهم منه ان الموديل ده معتمد دوليا. يعني ايه؟ يعني لو حضرتك استخدمته في اي دراسات خاص بيئيه النتائج بتاعته معتمده. مش تقول لي مثلا عشان هو فري اوف تشارج. لا، الكلام ده معتمد دولي وتقارير دوليه معموله بيه ومستخدمه، وده بيديله قوه ان هو تحت ان هو ديفلوبد باي مين؟ باي اي بي اي ومع نو. فده بيديله مصدر مصداقيه ومصدر ثقه للاستخدام. دي رقم واحد. طب الموديل ده عباره عن ايه؟ الموديل ده عباره عن نموذج بيعمل محاكاه لحاله تلوث هواء، لحاله تلوث انبعاث في الهواء لماده ملوثه. طيب تعالى نشوف كده هو نقدر نعمل ايه. دي الشاشه الرئيسيه او المين منيو بتاعتها، فايل، ايديت، سايد داتا، سيت اب، ديسبلاي، شيرنج والهيلب. الصفحه ديت كل اجراء انت بتعمله هنا من المنيو هنا بتظهر لك هنا حاجه اسمها تكست سامري. التكست سامري دي كده لو تلاحظ كده اول حاجه فتحت عليها فوق شايفين سايد داتا، دي البيانات بتاعه الموقع بتاعك اللي انت بتعمل فيه الدراسه بتاعتك. لو تلاحظوا كده انا اخر سيناريو كنت انا عامله هنا اهوت كان في بورسعيد في مصر، هنا في منطقه معينه هنا اهوت، وكنت بعمل عليها شغل. يمكن قلت لحضراتكم
المنطقة الحرة في بورسعيد بيعملوا مشروع كبير تانكس فارم، والتانكس فارم ده عبارة عن مستودعات بتستقبل مواد كيماوية مستوردة وبتستقبل مواد كيماوية منتجات من صناعات مصرية. فالمنتجات الصناعات المصرية بيتم تصديرها قبل التصدير، فبتتخزن الأول في الخزانات دي ومنها للمراكب. العكس، طب أنا لو محتاج مواد خام، مواد كيماوية خام، بيحصل إيه؟ بتيجي عن طريق المراكب، استيراد من المراكب وبتتخزن في المستودعات ديت، وبعد كده بتروح للشركات. الله، طب ما كانت هو قبل المستودعات دي كان بيحصل إيه؟ عادي، كان بتيجي المركب وبتفرغ الشحنة بتاعتها، وبتروح الشحنة ديت عن طريق التراكس أو البايبلاينز للشركة على طول. طب وإيه المشكلة هي يعني؟ طب إيه لازمة بقى المستودعات؟ قال لك لا، دي الشركات ديت بتشتغل بجزء من طاقتها، يعني 70% من طاقتها، 80% من طاقتها. طب ليه ما بتشتغلش ب100% من طاقتها؟ قال لك بسبب العجز في المواد الخام اللي داخلها. أنا عايز مواد خام أكتر أشتغل 100% بطاقتي. طب وإيه المشكلة؟ قال لك طب أنا مش كل يوم على ما بتيجي السفينة وتفرغ، والتفريغ بتاع ده سواء بيوصل للشركة عن طريق البايبلاينز أو عن طريق التراكس بياخد وقت. طب ما نعمل إيه؟ فكرنا بقى في حاجة، أو مش إحنا فكرنا، الدولة فكرت في حاجة لطيفة جدا، تعمل الخزانات دي، تعمل حاجة لطيفة جدا، تجيب رو ماتيريال بكميات كبيرة اللي تسمح للشركات دي تعمل إيه؟ تشتغل بطاقتها كلها. يبقى أنا مش معقول كأنك جايب عربية فارهة جدا وتقدر تجري على 100 كيلومتر في الساعة وانت ممشيها 20 كيلومتر، انت محجمها، انت خانقها، مش عطيها طاقتها كلها. فانت تعمل ايه بقى؟ اوفر لك المادة الخام. وفعلا هو ده اللي حصل. الفكرة بقى ان انا اوفر لك مادة خام، انا كده ضمنت مين؟ ان انا اشغل المصانع دي والشركات دي بكل طاقتها. جميل جدا. طب لما الشركات دي اشتغل بطاقتها الكلية، طب ما هتطلع لي منتج اكتر، اوديه فين؟ اخزنه عشان في الخزانات ديت او المستودعات دي، عشان ايه؟ اطلعها للتصدير. باشمهندس ابراهيم. تمام يا دكتور، انا كنت بس عايز اكد على كلام حضرتك. في حاجة في المصانع اسمها التيرن داون ريشيو. التيرن داون ريشيو دي الكاباسيتي بتاعت المصنع اللي تحتها يبقى بيخسر. يعني لو اشتغلت مثلا لو التيرن داون ريشيو 60% اقل من 60% فانا بدفع من جيبي. ايوه. وفي حاجه اسمها الاوبتيمم ريشيو. الاوبتيمم ريشيو دي اللي عندها بحقق يعني اقصى استفاده من الموارد اللي عندي. دي في الغالب بتبقى من 70 ل 80% من الكاباسيتي. يعني لو انا اشتغلت من 70 ل 80% انا هحقق يعني احسن بروفيت من الموارد اللي عندي دي. فالتانك فارم دي من الحاجات المهمة يعني. جدا جدا. وفعلا احنا عندنا هنا في اسكندرية عندنا صناعات البتروكيماويات نوت في اسكندرية عملوا تانكس فارم، وبرضو في بورسعيد نفس الكلام، عشان فعلا نفس الغرض ده، الشركات والمصانع اللي هناك تشتغل بطاقتها الكلية، ويبقى يحصل انتعاش فعلا في الاقتصاد المصري عن طريق الايه؟ البتروكيماويات، لأن مصر رائدة فعلا في الصناعة دي، صناعات البتروكيماويات. طيب، فعشان كده كنت أنا عامل شغل كويس عن إيه في منطقة بورسعيد باستخدام الموديل ده. طيب، أول معلومة بيحتاجها مني مين بقى؟ هنمشي كده، أنا هوريكم كده سريعا. أول حاجة بندخل على القائمة بتاعت سيت اب. فتح لي إيه في السيت اب؟ شايفين كده المنيو ظاهرة كده عندكم ولا لا يا شباب؟ ظهرت. طيب، بيقول لي سيت اب الكيميكال، سيت اب الاتموسفيريك كونديشن، سيتنج، اعمل سيت اب للسورس. الثلاثة دول الاساسيين، دول المدخلات اللي انا محتاجه. لو تفكر كده الموديل فعلا محتاج معلومة عن ايه هي المادة الكيميائية اللي انا هشتغل عليها، ايه هي الانفايرمنت. طب المادة الكيميائية دي لما يحصل لها ريليز في الاتموسفير ايه اللي هيأثر عليها؟ الجو، صح، الهواء، الريح، سرعة واتجاه، مظبوط كده. طيب ايه كمان؟
السورس. طب السورس بتاعي ده ايه؟ هل هو دايركت يعني المادة دي دايركت يعني مادة انسكبت وراحت، ممكن تبقى مادة ليكود على فكرة وتنسكب وتتبخر، تمام؟ فهنشوف السيناريو بتاع الدايركت ده شكله ايه. طب ولا هي في صورة بادل؟ بادل يعني بركة. يعني ايه بركة؟ يعني مثلا مادة ملوثة انسكبت على الارض كونت بركة، البركة دي مع الوقت بيحصل لها تبخر. طب ما البركة ديت في بعض المواد بتعمل كده، وفي بعض المواد ما بتلحقش تعمل بركة، بتتبخر على طول، سواء هي في الصورة الغازية بتاعتها او كانت لو هي ليكوفايد يعني ايه مسالة تتحول على طول لغاز. ولا المادة دي جوه مين؟ جوه تانك، يقدر الموديل ده يعمل محاكاة للريليز ده من جوه تانك. ولا ده عبارة عن غاز ماشي في بايبلاين. شوف بقى إمكانية الموديل، مص الموديل وجمال الموديل إن هو يقدر يعمل محاكاة لكام نوع من السورسز. هل هي دايركت؟ هل هو بادل؟ هل هو تانك؟ هل هو غاز بايبلاين؟ ودي السورسز المختلفة اللي احنا معرضين ليها. طيب آخر حاجة بيقول لي على طريقة الكالكوليشنز ونشوف نعملها إزاي. طب أول حاجة تعالى هنختار الكيميكال. الميزة اللي في الموديل ده حاجة لطيفة جدا، عنده بص كده حضرتك قاعدة بيانات كاملة كبيرة، بص قد إيه ضخمة، من المواد الكيماوية المتداولة المتعارف عليها، سواء إذا كانت بيور كيميكالز أو سوليوشنز. أنا عايز أطمن تاني، هسأل نفس السؤال، حضراتكم الشاشات دي ظاهرة قدامكم ولا لأ؟ ظاهر. معلش انا بسال ليه، عشان في بعض المودلز التانية لما باجي اعرضها الشاشات ديت الانترفيس ما بيظهرش، عشان ما احسش بس بشرح في حاجه وحضراتكم مش شايفينها. طيب يبقى انا دلوقتي الماده بتاعتي لو هي في صوره البيور، هفترض مثلا نختار اي ماده، مثلا الكلورين اهو، هدور على ماده الكلورين هنا اهوت كده من ضمن قاعده البيانات ديت، هذا عندي مثلا الكلوروفورم او عند كميه مواد نوت، مواد كيماويه ممكن تقدر تعمل لها اللي هو السيناريوهات بتاعتها اللي انت عايزه، يعني تدور على الماده ديت. لا الكلورين فوق بقى كده، يبقى كلور اهو، الكلورين اهو، لو انا دوست على سيلكت هنا تمام يبقى انا اخترت الكلورين اهو. لاحظت ايه هنا كده حضرتك؟ الكيميكال داتا دخلت فيها مين؟ دخلت فيها ايه؟ البيانات بتاعت مادة الكلورين. بيقول لك ايه؟ ده الكيس نمبر بتاعها، ده الموليكولار ويت بتاعها، ده الاي جي ال بتاعها اهو، الثلاث مراحل بتوعه دول اهو، دولت كده، دي حدود عتبية اكسبوجر ليميتس، ده برضو اكسبوجر ليميتس الاي دي ال اتش، البويلنج بوينت بتاعتها كذا، الفريزنج، دي كل دي الخواص بتاعت مين؟ الكلورين. كل ده جميل جدا، لطيف قوي. وايه كمان؟ طيب يبقى احنا دخلنا الماده بتاعتي، اروح تاني لايه؟ لسيت اب، واعمل ايه؟ ادخل الايه؟ الاتموسفيريك كونديشنز. عندك حاجه من الاثنين، يا اما عندك محطه رصد، ممكن الموديل دوت يروح يقرا على طول من محطه رصد، والكلام ده مش متوفر عندنا في مصر، لكن في كندا في امريكا فيه، لكن هنا مش متوفر. يعني هنا الموديل دوت مش بيشوف محطات الارصاد الجويه بتاعتنا هنا، لكن هناك في امريكا لو احنا مثلا اخترت كده ممكن يجيب لي محطه رصد معينه هنا اهوت، المحطه ديت هو ياخد منها البيانات على طول، لكن مش متوفره، فانا هدخلها انا مانيوال بايديا. يبقى انا لازم اكون عارف الظروف الجويه السائده في منطقه الدراسه، لازم اكون دارسها كويس، عشان دي من ضمن العوامل الاساسيه اللي بتاثر في مسار موضوع الانتشار ذات نفسه بتاع المادة الملوثة ومسارها هتروح فين. فبيسألني مجموعة أسئلة، الويند سبيد قد إيه بوحدة النوت اللي هي العقدة، أو المايل بير أور أو الميتر بير سكند، دي ثلاث وحدات مختلفين. طبعا عادة الويند بتتقاس بالوحدات البحرية، مثلا نقول مثلا هي عبارة عن 10 عقدة، 10 عقدة اللي هي السرعة، سرعة الريح البحرية. لو انت عايز تعملها بالمايل براور او ميتر بير سكند، اب تو يو، براحتك يعني، حسب ما بتجيلك الرصدة الجوية. طب الويند ده
is coming from where، عايز يعرف الدايركشن بتاعه، هقول له والله دي جايه من مثلا الغرب، الغرب جايه من الايست، يعني جايه من اتجاه 270 درجه، يبقى دي بالدرجات، او اكتب له ايست، اهي اكتب له ايست، بيقبل الاثنين، بيقبل الدرجات او انتر الديجريز، ها ترو، او التك او تكتب تكست اللي هي الدايركشن، يبقى انا كتبت له الايست اهو، او اكتب له من اتجاه 270 درجه، يعني جاي من الغرب. جميل جدا. طيب الميجرمنت هايت اباف الجراوند، طب انت قست الريح ديت بارتفاع قد ايه؟ تملي عادة بنقيس الريح ديت على ارتفاع 10 متر اهو، تمام. طيب هل الارض ده بقى المنطقة بتاعت الدراسة بتاعتك، الجراوند بتاعتها، الرافنس بتاعتها ايه؟ بص بقى الحاجات دي طبعا مهمة جدا تكون عارفها عشان بتأثر في النتائج. الرافنس درجة الخشونة بتاعتها، هل هي open country، هل هي urban، ولا هو هل هو لو انت عارف الرافنس يبقى تقوله. لو انت مثلا كنا احنا بنشتغل احيانا في المية، يعني عند نقطة الشحن والتفريغ دي في المية، فاستخدم مرة ايه في urban مثلا، منطقة urban، او ممكن استخدمها في open water، فدي بتعتمد على ايه، بتعتمد على السيناريو اللي انت بتدخله. طيب الكلاود، هل البيئة المؤثرة او الاتموسفير في غيام وفي اسمه ده سحب ولا ايه، هل هو كومبليت ولا هو بارشلي ولا هو كلير او كده، كل دي درجات مختلفة. احنا بناخده الايه الافرج اللي هو مين، الخمسة، فبنقول ايه خمسة في النص اللي هو تقريبا بارشلي. طيب بيسألني على درجة حرارة الجو، ما دي درجة مهمة جدا، يا إما بالفهرنهايت يا إما بالديجريز. ممكن نقول مثلا سي مثلا درجة الحرارة 25 درجة مئوية. طيب درجة الاستابيليتي، هو على طول أوتوماتيك راح عمل إيه، لو تلاحظ كده حط دي، يعني إيه درجة الاستابيليتي؟ درجة استقرار الجو، كل ما درجة الاستقرار تمشي في الاتجاه ده، يعني توصل للدي والإي والإف، يعني معنى كده إيه، حالة الجو في حالة سكون 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 وهدوء. طيب حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة في حالة الانبعاثات ال والانتشار الكيميكالز في الجو؟ طبعا في ناس تبقى شايفاها حاجة كويسة، ان ما يبقاش فيه ان السحابة بتاعت المادة الملوثة دي ما تمشيش حتت بعيدة وما تروحش حتت بعيدة، دي حاجة فكر كويس. في ناس تقول لك لا، ده لو الجو مش، انا مش عايزه يكون هدوء ولا ساكن، عايز يبقى ويندي، يعني ريح جامده، عشان يحصل ديسبيرشن اكتر، بيحصل تشتت، يحصل تخفيف لتركيز الماده الملوثه. وده الفكر الايه الافضل من المنظور الصحي، ان كل ما بتزيد الويند كل ما بيحصل ديسبيرشن اكتر، تشتت للماده الملوثه، كل ما بيخف التركيز بيحصل دايليوشن للتركيز بتاع المادة الملوثة ديت، كل ما بيقل التأثير السلبي بتاعها على البيئة ومكونات البيئة. فهنا اوتوماتيك لما احنا دخلنا له ان الريح كانت 10 عقدة بس، دي حاجة بسيطة، فهو اختارها على طول اوتوماتيك، قال لك الاستابيليتي كلاس بتاعتك دي. طب انا عايز اقول لكم على حاجة برضو اطمنكم، عشان برضو تبقى انت عارف ومطمن. لو تلاحظ كده كل بارامتر من البارامترز دي جنبها الزرار بتاع هيلب. هيلب الهيلب ده ميزته في ايه بقى، ان حضرتك تدوس عليه يوديك على طول مثلا لايه، للتفسير بتاع الايه البارامتر ده، تروح دوست عليه اهو، شفت كده شايفين الشاشه دي، دوست عليه راح قرا لي على طول الايه الاستابيليتي كلاسز شكلها ايه، وبيديك نبذه عنها كده من الهيلب، وبيشرح لك كل حاجه عن الاستابيليتي بتاعت مين، بتاعت الايه شايفين طبعا، ودي مش شايفينها اكيد طبعا. لا مش باينه، هو الكاونتر بتاع الاوفررايد ده، انا ممكن اختار الاستابيليتي كلاس الاوفررايد دوت، ده هو مش مفعل في البرنامج هنا، هو اللي انا فاهمه، يعني انا ما استخدمتوش قبل كده بصراحه، يعني
انا ما اعرفوش حقيقي وما استخدمتوش. اوفر رايدنج اللي قالوها ديت تشوز انستابيلتي كلاس مش عارفها، لا. لكن عادة لما بنستخدم ال اسمه ايه ده، استنى انا فاتح، انا فاتح فين دلوقتي؟ لما بندخل الانبوتس بتاعت الويند هو اوتوماتيك بيختار الاستابيلتي كلاس، هو اوتوماتيك. فما ما جربتش ان انا استخدم الاوفر رايدنج ده خالص. تمام. طيب يبقى حضرتك ممكن تقرا عن كل بارامتر من البارامترز دي لو عايز تفهم بس الفيزيكال مينينج، عشان لما تيجي تدخل البيانات دي زياده. برضه نفس الكلام بالنسبه للانفيرجن، بالنسبه للهيوميديتي، كل دي البيانات اللي انت حضرتك مطلوب تدخلها عشان تشوف تاثيرها. طب انا دلوقتي دخلت كل ده، تلاحظ ايه هنا؟ بص كده الاتموسفيريك ديتا، كل البيانات اللي حضرتك دخلتها بتظهر فين؟ بتظهر في الشاشه اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي. يبقى الشاشه التكست سامري دي بتلخص لك كل معلومه انت بتدخلها. طب دي فايدتها ايه؟ دي ليها فايده مهمه قوي، ان اي معلومه حضرتك دخلتها دلوقتي هنا بتراجعها. افرض حضرتك دخلت معلومه مش مظبوطه، على طول اول ما بتشوفها ترجع تاني للسيت اب وبتصححها وتبقى تمام التمام. دلوقتي والله الاتموسفير كونديشن، لا والله ده انا مثلا الويند سبيد ديت 10، دي كانت كتير، لا ده انا ممكن او اخلي دي كانت قليله، انا ممكن اخليها 15 واقول اوكي كده يبقى تمام التمام، واشوف بقى بعد كده تبقى شكلها ايه. الاقي هنا بدل ما كانت اسمها ديت 10 بقت 15، ويند سبيد 15. يبقى التكست سامري دي ميزتها ان حضرتك بتعمل ريفيو للايه، البيانات اللي انت بتدخلها. طيب المرحله اللي بعد كده بقى ديت، دي اختيار السورس بتاعنا. عندنا مجموعه من السيناريوهات، كل سيناريو من دول بيحتاج معلومات عن الطريقه ديت. يعني انا هختار لك مثلا حاجه زي تانك كده، يعني عشان بس ايه عامل الوقت. لو انا اخترت مثلا التانك اهوت، ان ممكن يحصل ريليز من التانك. بيسألك التانك ده شكله ايه ونوعه ايه، هل هو هوريزونتال، هل هو فيرتيكال، هل هو سفيريكال. طيب اي واحد من دول هدوس عليه، يعني هو دايس دلوقتي على الهوريزونتال، فبيسألني الهوريزونتال ده مواصفاته ايه، الديامتر بتاعه، اللينس بتاعه، الفوليوم بتاعه. طب بالنسبه للفيرتيكال اهو نفس الكلام، اهو الفيرتيكال نفس البارامترز. طب لو انا اخترت سفيريكال، فبيسألني على معلومتين اتنين بس، الديامتر والفوليوم بتاعه. تمام. فدي نقطة مهمة جدا، يبقى انت لازم تكون عارف التانك اللي هيحصل منه ريليز ده نوعه ايه، اكيد واحد من الثلاثة دول، فده يبقى بالتبعية تدخل له الايه، البيانات بتاعته. لو انا بتكلم مثلا سيف سفيريكال، هنمشي معاه كده سفيريكال، حد يقدر يقول لي مثلا التانك كده يكون سفيريكال الديامتر بتاعه قد ايه؟ سامعيني حضراتكم ولا؟ 10، 10 متر مثلا. تمام. فهو اوتوماتيك او ال 10 متر دول بيمثلوا حجم 524 متر مكعب، كيوبيك متر. تمام. طيب يبقى دي السعه الاجماليه، الاجماليه بتاعت مين؟ التانك ده اللي هو السفيريكال تانك ده، لو الديامتر بتاعه 10 متر. طيب التانك دوت بيحتوي على ماده نوعيتها ايه؟ هل هو الماده دي التانك كونتينز ليكويد، ماده ليكويد، ولا جاز اونلي، ولا انت ما انتش عارفها؟ يعني ماده الكلورين ديت جوه ليكويد ولا جاز؟ اقول له دي يا سيدي دي ليكويد مثلا. تمام. طيب انتر ذا تمبريتشر وذين ذا تانك، طب ما انا لازم اكون عارف درجه الحراره جوه التانك. يبقى انا هل هي الامبيانت تمبريتشر اللي انت كنت مدخلها مع 25، ولا انت مخزن الماده بتاعتك عند درجه حراره مختلفه؟ فدي برضه هتختلف. تمام. ليه؟ عشان لو هي انت مبرد جوه يبقى امر طبيعي، وهي بيحصل لها ريليز هتصطدم بدرجه حراره الامبيانت اللي انت كنت مدخلها،
يبقى 25 يبقى يحصل فابورايزيشن على طول. طيب لو انت متخزنها عند نفس درجة الحرارة ديت يبقى اكيد ليها طريقة تانية ومعالجة تانية، فدي لازم حضرتك تكون عارف هتقول له ايه. هفترض ان انا مخزنها عند مين، الكيميكال ده ستورد ات امبيانت تمبريتشر اللي هي 25. اوكي طيب انتر ذا ماس ان ذا تانك اور الفوليوم. طب لو انا عارف الفوليوم قد ايه، يا اما بالباوند او بالطن او بالكيلوغرام، دخله على طول. كاتب لك ايه في النص بقى هنا اور. انت ممكن تدخل الفوليوم برضو بالجالون الكيوبيك فيت او الليتر او كده، او بص بقى او ايه انت ممكن تعمل ايه. بص كده اهو، حد لاحظ حاجه لما انا غيرت السكرول ده؟ يعني الليفل بيزيد. اه لو انت عارف ان التانك ده هو الساعة بتاعته فاكر قد ايه كانت؟ كانت 500 مش عارف 24 كيوبيك متر قبل كده. لكن انت عارف انت عارف ان في الكلورين جوه، وانت عارف البرسنتج قد ايه من الكلورين ده مالية التانك. مثلا وليكن 75% من التانك اهو، 75% من التانك مليان كلورين. يبقى انا ممكن من خلال الايه السكرول ده كده اهو ده كده تقدر تبقى انت عارف ايه، ها تقدر تتحكم في البرسنتج دي. لو ملاحظ كده كل ما بغير فيه هنا اهوت الرقم اللي فوق ده بيتغير، الرقم ده بيتغير، وطبعا البرسنتج دي بتتغير، يبقى كله مرتبط ببعض. بص انا هخليه مثلا بنسبه 75% التانك ده مليان كلورين، يعني 25% منه فاضي. تمام اوكي. يبقى الحجم الكميه، بص بقى هعملها بالكيوبيك متر. بص بقى اهو بالكيوبيك متر اهو، 75% من التانك ده مليان اهو اهو 75%. طب ال 75% بيمثلوا قد ايه كيوبيك متر؟ اهو 397 كيوبيك متر. فاكرين كانت الساعة الإجمالية كانت كام كيوبيك متر؟ 524. ده الإجمالي بتاع الإيه؟ التانك، لو الديامتر بتاعه كان 10. فخد بالك من الاتنين دول. تمام؟ في فرق بين الساعة الإجمالية وبين النت كاباسيتي بتاعت مين؟ التانك ذات نفسه، الكمية اللي جوه قد إيه؟ تمام؟ النت كاباسيتي اللي هي كله، لكن الكمية قد إيه جوه؟ دي الحجم اللي أنت لازم تدخله. طيب بيسألك بقى على ايه؟ طيب دلوقتي الريليز منين؟ هيحصل من هول صح؟ ها يحصل ايه بقى؟ قال لك عندك فتحتين، يا اما الفتحه يا اما تكون سيركلر يا اما ريكتانجل. السيركلر ولا ريكتانجل؟ عايزينها ايه؟ خلينا سيركلر. طب لو سيركلر قد ايه؟ لو ريكتانجل هيسالني على الابعاد بتاعتها لينث وويدث. خلينا لو هي الفتحه بتاعت الريليز ده بتاعت التانك دي هتبقى سيركلر، يعني عايز اعرف قد ايه الديامتر بتاع حاجه صغيره، كام سنتيمتر مثلا، الديامتر كام سنتيمتر؟ 10 سنتيمتر مثلا. تمام 10 سنتيمتر هتطلع لنا كميه كبيره. طيب هل هو هول ولا هو الشورت بايب طالع بيبقى فيه بايب كده طالع من التانك او عند الفالف ده ويحصل الريليز من عند الفالف؟ اقول مثلا ان هو من عند الايه الفالف ده اهو، يبقى دي كده تمام. طيب الفتحه ديت بقى اللي هيحصل منها ريليز بعدها قد ايه من القاع بتاعها؟ برضو نفس الكلام، انا ممكن ايه لو انا عارف الارتفاع بتاعها بكام سنتيمتر مثلا من القاع، مثلا على ارتفاع نص متر يعني 50 سنتي اهو، 50 سنتي، شايفين الليفل ده اتحرك ازاي؟ تمام؟ يبقى الريليز هيحصل من هنا، المستوى ده الريليز هيحصل من المستوى ده على ارتفاع 5% من مين؟ من التانك ده من القاع. هنقول له اوكي. حد لاحظ حاجه هنا؟ دي البيانات بتاعت مين يا شباب؟ دي البيانات بتاعت مين؟ اهي بتاعت السورس بتاعت الريليز بتاعت، لو تراجع كل البيانات دي هي دي، ادي التانك ده 10 متر، الفوليوم بتاعه التانك فوليوم 524
بس الكميه اللي جوه قد ايه؟ ها اللي جوه منه ليكويد، الكميه الفعليه اللي هي كانت تمثل 75%، الكميه اللي هي كانت مش عارف حوالي 100 حاجه و90 اللي هي بتكافئ 556 كيلو جرام. طيب المعدل الجميل بقى في الموضوع هنا هو حسب الريليز ديوريشن هيكون في خلال within one hour، وهيكون الكمية اللي هتخرج حوالي 300 كيلو جرام. طيب تعالى نشوفها بقى لما تخرج هتبقى شكلها ايه وهتروح فين. باشمهندس شادي. ايوه دكتور، معلش عندي سؤال، حضرتك سامعني كويس؟ سامع حضرتك. طيب حضرتك كنت المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم في الكيس ستادي بتاعتي، فكان في جزء بتاع الديوريشن بتاع الساعه، حضرتك قلت لي ان احنا ممكن نظبطها في الموديل اللي احنا ما نعملهاش ساعه، لان الساعه دي اكزاجريتد، ده رقم كبير جدا، فممكن نخليها اقل من كده. فكنت حابب اعرف من حضرتك ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده في الموديل. صح، انا فاكر حاجه زي كده فعلا. صح، هنا هو الريليز تايم هنا. لا للاسف، لا انا صح اكتشفت ان المعلومه ديت مش في الموديل دوت، ان انا اقدر اتحكم في الريليز تايم. لا مش في الموديل ده فعلا، معاك حق حضرتك. صح. طب حضرتك لو في موديل تاني، في موديلز تانية بتبقى اوبن سورس ممكن نستخدمها؟ بتبقى لايسنسد، بتبقى لازم بتتشارى، بتبقى بالفلوس يعني، بتتشارى اللايسنس. ايوه سامعني حضرتك؟ سامع حضرتك تمام يا دكتور. تمام، هي دي بتبقى تقدر تعمل كنترول فعلا على التايمينج بتاعها وكده. انا ممكن بعد كده بعمل ايه بقى؟ دي بنتحايل عليها هنا بشكل مختلف بقى. بعمل ايه؟ انا ببقى عارف ان الكميه ديت بتخرج في ساعه، ارجع اعمل نفس السيناريو ده تاني بس بعمله دايركت. يعني ايه دايركت؟ بختار من السيت اب هنا السورس بتاعي، بعمله دايركت، وفي الدايركت ده بقى بتحكم في الزمن وبتحكم في الكميه. فادخل له الكميه دي اللي في ساعه، اقول له انا احسبها بقى بره، اقول له طب الكميه ديت هتبقى، هاخد لو انا عايز اعمل ريليز مثلا في 3 دقائق، يبقى هقسم الكميه ديت على ال 60 واضربها في 3، يبقى ديت الكميه في 60 دقيقه، في 60 دقيقه، وانا عايز احسب في 3 دقائق بس، في 5 دقائق بس، في 10 دقائق بس. خدت بالك؟ برجع كده، يا اما برجع استخدم موديل تاني وهو ده اللي بتحكم فيه في الايه، في التايمنج، يعني الريليز تايم. تمام. حاجات بقى اللي هي مع الخبره يعني، مع الوقت وبنستخدمها. طب كده احنا خلصنا، دخلنا ايه البيانات الكيميكال ديتا، دخلنا الاتموسفيريك ديتا والسورس كمان. باشمهندس ابراهيم اتفضل. ايوه دكتور، انا بس مستغرب، هو مفيش يعني مفيش حاجه بندخل بيها ضغط التانك؟ يعني ما بعتبرش لا لو هو اصلا مثلا بريشرايزد او لا. برافو، انت حضرتك اخترت نقطه فكر صح. بس احنا لما لو تلاحظ لما جينا نعمل سيت اب هنا اهوت للسورس، هرجع معاك للتانك كده، اخترنا التانك اهو، بص كده سالني سؤال هنا اهوت عن الستيتس بتاعت الكيميكال، هل هو ليكويد هل هو جاز. بص كده الليكويد طلب مني ايه؟ درجة الحرارة بس. طب بص لو انا اخترت جاز هنا اهوت، هي الخطوة اللي بعد كده، بص كده هيسألني على ايه؟ درجة الحرارة. هيسألني على ايه؟ اقرا كده حضرتك الصفحة دي. تمام دكتور، بيطلب هنا البريشر. طبعا عايز يسألني البريشر داخل التانك ده ايه؟ بس لو الليكويد، لو الماتيريال اللي جوه ليكويد ما ينفعش ادخل بريشر فيه. ساعات احنا عندنا مثلا في الكرود اويل بيبقى ليكويد وبيبقى بريشرايز مثلا بنيتروجين عشان ما يحصلوش اكسبلوشن مع الاكسجين. لا ده لا حضرتك، هو مش بيبقى بريشرايزد، هو حضرتك بتعمل انرتنج للهواء اللي فوق اللي اسمه ده، فوق الاويل بس، لكن مش بتعمل بريشرايزنج. انت مش الاويل اوريدي. تمام، هو الهدف ان انت تفصل ما بينه وبين الاكسجين يعني، بس احيانا كده. بيبقى لازم عشان تفصل لازم يكون الضغط بالبوزيتيف، يعني لازم يكون الضغط اكتر من الضغط العادي. انا اقصد ان في حاله الاويل انت حضرتك البريشر اللي بتضغط بيه عليه، انت مش بغرض تحويل
او الحفاظ على الاويل ده في صوره الليكويد. لكن لما بيبقى بريشرايزد جاز يعني الغاز ده ليكوفايد مسال، فانت عشان تحافظ على الاساله بتاعته ان هو يفضل في الليكويد ستيتس ديت لازم يكون بريشرايزد ولازم يكون كولد. خدت بال حضرتك؟ اه تمام يا دكتور. وفي حاجه كمان هي حاجه اسمها الليكويد بريشر او الفيبر بريشر. ايوه يعني في بعض المواد الكيميكال الهيدروكربون بيبقى ليها فيبر بريشر المفروض بتنضاف على ضغط التانك برضه. تمام، لكن طالما احنا مدخلينه اوريدي هو ال حاله الماده ذات نفسها هي اوريدي ليكويد، هو خلاص هو ليكويد مش معلوش ما فيش بريشر عليه، يعني هو مش بريشرايزد يعني. تمام، فعشان كده ما طلبش مننا الايه الضغط اللي جوه مين الضغط اللي جوه التانك. تمام كده احنا دخلنا كل البيانات، انا بعمل كانسل كده عشان بس ايه ما نغيرش في السيناريو بتاعنا. يتبقى عندنا اخر حاجه ان انا اقول له حسابات، اعمل لنا حساباتنا بقى. فهنا بيقول لي عندي ثلاثه اوبشنز، يا اما الاوبشن الاخير دوت بيقول لي اتعامل مع، بص اي بيسالني اي الجوريزم ان انا اشتغل مع الماده ديت. لو انت عارف عايز الجوريزم معين او علاقه رياضيه اتعامل بيها فعليا مع الماده دي بتاعتك قول لي عليها، لو مش عارف قول لي انا اتصرف. فلو هو بيقول لي استخدم اللي هو الهيفي جاز ديسبيرشن اونلي، ولا اللي هو الجاوجن ديسبيرشن اونلي، ولا خلي الوها هو اللي ايه يختار. انا افضل ان كل مره ان نخلي الوها هو بيبقى عارف من خواص المواد دي، هو بيشوف ذا بيست ايه الجوريزم اللي هو بيستخدمه، فهقول له الوها هو. تمام كده خلاص. تمام، طيب يبقى هو هيعمل الكالكوليشنز بتاعته بيزد على اللي هو الايه الالجوريزم اللي هو هيختاره. وبعدين اروح لكلمه ديسبلاي، فعندي ان هو هطلب منه ان هو يعمل ايه، يبين لي المناطق التهديد. يعني ايه؟ كان من ضمن خواص الماده بتاعت ديت الكلورين دوت الاكسبوجر ليميتس المختلفه، الحدود العتبيه المختلفه اللي هي كانت ايه، كل البارامترز دي كانت بتاعت مين؟ الكلورين. هل هي الاي جي ال؟ هل هي الايربج؟ هل هي الباك؟ هل هي الاي دي ال اتش؟ ولا في حاجه تانية؟ كل دي حدود عتبيه مختلفه. حضرتك بناء على الدراسه بتاعتك بتحدد مين هي الايه الحدود العتبيه اللي هي اللي انت عايز تستخدمها. مثلا انا بفكر استخدم، هي دي ليها علاقه بالكونتري يعني ليها علاقه مثلا في مصر او في غيرها؟ اه ده سؤال حلو. دلوقتي لو انا عندي في مصر هنا القانون بتاعي، برافو السؤال جميل جدا. طبعا القانون بتاع البيئه هنا في مصر بيقول لي والله لو صناعه الكلورين او الشركات الصناعيه اللي بتشتغل بالكلورين بتنتج كلورين او بتتعامل مع الكلورين ما لازم بتبقى انت عارف الحدود بتاعتها، الحدود العتبيه بتاعتها ايه. فانا بستخدم الحدود العتبيه بتاعت القانون البيئه المصري. طب لو ملهاش، لو انا القانون البيئة المصري ما فيهوش الحدود العتبيه بتاعه الماده اللي انا هستخدمها، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يبقى انا لازم الجا للايه؟ للحدود العتبيه الدوليه اللي انا بلاقيها في السيفتي السيفتي كيميكال داتا الداتا شيت اللي هي الداتا شيت ليه؟ الMSDS الماتيريال سيفتي داتا شيت. اه الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعتها، يبقى انا الجا لها. وهوريكم بعد دي كده على طول حاجه تانية مهمه قوي كمان. طيب يبقى انا دلوقتي مثلا هستخدم مثلا زي ما هو حاطط كده الايه مثلا هستخدم الباك 3 ديت، وهنا يبقى الباك 2 هنا اهوت والباك 1 هنا اهوت. دي الحدود العتبيه بتاعت مادة الكلورين، إن ده أعلى تركيز الـ 20 بي بي إم، التركيز الوسط الـ 2 بي بي إم، أقل تركيز اللي هو الآمن اللي هو نص بي بي إم. طب تعال هنقول له تعالى ورينا الحدود العتبية دي شكلها إيه؟ آه عمل إيه دلوقتي؟ حللنا الحدوتة بتاعتنا. الحدوتة دي عبارة عن إيه؟ أو النتائج بتاعتنا عندنا إيه؟
عندنا النقطة دي مهمة جدا اهو، ده اللي تشارت انا هجيبه بس على جنب كده عشان تبقى حضرتك شايفه كويس. وهنا تاني شايف حضرتك في النهاية هنا دي الحدود الايه التهديد بتاعتنا. شايف حضرتك هنا ايه النتيجة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ بيقول لي الموديل ران ايه الهيفي جاز الجوريزم بتاعي، يعني هو عارف ان الموديل ده هيفي جاز ما هواش خفيف يعني، فهو شغل الموديل ده فعرفك قال لك على فكرة انا استخدمت الهيفي جاز موديل. طيب انا استفدت ايه؟ طلع لي هنا هو التلات ايه التلات مساحات، التلات مساحات دولت اهم زي ما حضرتك شايف كده هوت. هنا هو الريد اللي احنا اخترناه في الاول اللي هو الباك اللي هو 20 بي بي ام اللي هو اعلى تركيز، يبقى معدل الانتشار بتاع الماده الكلورين دي والكميه ديت من التانك ده بالظروف دي هيتمشي 5.6 كيلو متر، يعني تاثير الماده دي ممتد لحوالي تقريبا 5.5 كيلو تاثير الماده ديت بالتركيز ده. اما التركيز الاقل شويه اللي هو ال 2 بي بي ام ده هيمشي مسافه قد ايه؟ جريتر ذان 10 كيلومتر، اكتر من 10 كيلومتر. طب النص بي بي ام برضه نفس الكلام اكتر من 10 كيلومتر، ده اكتر طبعا من 5.5. يبقى انا افهم من كده ايه؟ افهم من كده ان لو لا قدر الله حصل ريليز من الايه الماده ديت الماده الكلورين ديت وحصل لها انبعاث في الاتموسفير، ابقى انا عامل حسابي الخمسة كيلو ونص حوالين الايه الشركه بتاعتي من السورس بتاعي دول اعلى تركيز اللي هو بيسبب المشاكل الصحيه اللي هي قالت لي عليها الباك 3 اللي هو ممكن يحصل غثيان، يحصل وفاه، يحصل اريتيشن، يحصل يحصل يحصل. يبقى انا لازم اكون عارف الباك 3 ديت اللي هي تركيز 20 بي بي ام من الكلورين دي بتسبب ايه؟ اعرفها منين؟ هعرفها بالماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعت الكلورين. تمام؟ طب بالنسبه للتركيزات الثانيه ال 2.5 دولت ابقى انا عارف ان هي اقصى مسافه بتمشيها السحابه ديت هتاثر في مساحه او مسافة 10 كيلو متر. طب ما انا عايز اعرف ال 10 كيلو متر دول فيهم ايه؟ عندي امكانيه ان انا اعمل حاجه لطيفه جدا، اعمل ايه؟ اعمل اكسبورت للثريد زون ديت. اكسبورت لفين؟ اكسبورت للكي ام ال. يعني ايه كي ام ال بقى؟ يعني انا ممكن اعرضها على مين يا شباب؟ على جوجل ايرث. صح كده؟ فاهمني يا شباب ولا اساتذتنا؟ تمام يا دكتور. تمام. انا اقدر اعرض الايه؟ الانبعاث ده كله على المين؟ على الجوجل ايرث. ادخل اللات واللونج بتاع الموقع بتاعي. يعني انا دلوقتي ممكن اعمل حاجه لطيفه دلوقتي، افتح مثلا جوجل ايرث عندي هنا اهوت وابدا اشوف الجوجل ايرث دوت، اشوف لات ولونج، ادخل له مثلا لات ولونج. وليكن انا هدخل لات ولونج هنا دلوقتي اي حاجه، ادخل لات مثلا 29 درجه ومثلا 32 دقيقه و10 ثواني، وهدخل اللونجيتيود مثلا 30 وهنا اهوت مثلا 2 وبرده 30 وهنا اهوت مثلا 40. شوف حضرتك ده كده، وهعمل سيف هسميه سيناريو مثلا اكس 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 اهو مثلا، احطه على الديسك توب هنا اهوت كده عندي وهقول له سيف. طيب عارف هو عمل ايه دلوقتي؟ حافظ الملف بتاعي دوت عندي هنا اهوت. انا دلوقتي هفتح بقى الجوجل ايرث، هفتح جوجل ايرث، هو دلوقتي سيف البيانات بتاعتي السحابه بتاعتي عند السورس اللي اسمه لات ولونج كذا اللي انا دخلته له. فاهمين كده يا جماعه معايا ولا ايه؟ تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا بفتح دلوقتي جوجل ايرث، بفتحه
وهفتحه على السورس ده او البوزيشن ده بحيث ان هو اوتوماتيك يوديني عند السورس ده. وفعلا هو دلوقتي لو اوريك اهو، انا هعمل دلوقتي ستوب شير للموديل، وهعمل شيرنج لمين؟ لجوجل ايرث. شايفين ظهر قدامكم جوجل ايرث ولا لسه يا شباب؟ اساتذتنا ظاهر ظاهر، شايفين السحابه فين؟ هو حضراتكم سامعيني ولا لا؟ اه تمام يا دكتور علي، عشان انا عارف. طيب شايفين السحابه فين دلوقتي؟ ده البوزيشن بتاعها اهو دلوقتي، ده اللات واللونج اللي انا دخلته. طبعا انا دخلت لات ولونج بطريقه عشوائيه، لذلك هو ظهر في الصحراء اهي، تمام؟ لكن لو اللات واللونج ده ظهر حطيته في البوزيشن السورس بتاعه الصح، يبقى هيبين لي لو انا عندي مصنع او شركه معينه وحصل منها ريليز، الريليز دوت ظهر في حته معينه، ها يبقى في الحاله ديت هيظهر بقى فين؟ في الحته بتاعتها او المصدر بتاعه. تعالى هوريكم، معلش هوريكم حاجه كده اهوت لطيفه، انا كان اوريدي عملتها قبل كده، وهوريكم الشغل بتاع اللي احنا عملناه. اه دلوقتي ده اللي قدامي ده فاير، كله فاير موديلنج. ما تهيألي دكتور احنا بنستخدم الموديل ده عشان نوزع كمان الديتكتورز بتاعت الفاير او الجاز ديسبيرشن. طبعا يعني حضرتك انتوا الاول بس، يعني انا هوريكم الفاير لان انا دلوقتي مش ظاهر قدامي الجزء بتاع الاير ديسبيرشن، اللي ظاهر قدامي كله مين؟ الفاير. كل دي المودلز بتاعت الفاير، كل دي ده وداني بورسعيد كمان الحتة التانية اللي احنا اشتغلنا عليها. بص هو مش ظاهر عندي ان هو الجزء بتاع المين الموديل غير اللي انا عملته دلوقتي، اللي هو بس بتاع مين الاير ديسبيرشن اللي حضراتكم شايفينه ده دلوقتي اهو. هو ده الايه؟ ده الديسبيرشن. وزي ما حضرتك شايف، لو زي ما حضرتك ما بتقول كده، ديت الخمسة كيلو ونص، لو ديت ده السورس بتاعي من المصنع عندي، وشايف كده السحابه الحمراء ديت هي دي لو عندي منطقه سكنيه، يبقى انا شايف فعلا المنطقه اللي هي مهدده شكلها ايه، وابقى انا زي ما حضرتك ما بتقول كده اقدر احدد فين الاماكن اللي هحط فيها السنسورز اللي هتقيس الايه او تعمل ديتكشن لمين؟ للجاز ريليز ده. يبقى ده نقدر نعرفه من خلال كده. طيب الموديل ده كمان ممكن بالمره، طالما احنا فاتحين كده الموديل ده ممكن يجيب لنا كمان يعمل فاير موديلنج. يعني ايه فاير؟ ده ممكن يحدد كمان الثيرمال راديشن. يعني ايه ثيرمال راديشن؟ قد ايه الاشعاع الحراري، او بيسموه ثيرمال راديشن او ثيرمال فلكس، الاشعاع الحراري الناتج من مين؟ من حرق كميه معينه من مواد فليمابل. فاللي حضرتك شايفه ده كده الدايره الحمراء ديت خاصه مثلا بماده البروبان اللي تم حرقها مثلا بمواصفات معينه وحصل منها فاير بروبان. وهوريك كده ده بروبان، ده الالو اهو ده كده، وفي هنا اهو ده كان ماده البيوتاداين عند سورس تاني،
هنا مادة الإيثان برضو كان في نفس المكان. يعني عندي هنا مجموعة من الايه من السورسز مختلفة. اهو مثلا هوري لك واحد نيرش في منطقة تانية خالص. يعني دي اللي هي الايه، لو تلاحظ كده حضرتك ثلاث دوائر، دايرة حمراء، دايرة لونها اورنج، دايرة لونها اصفر. دول ثلاثة من المستويات الثيرمال راديشن، 10 كيلو وات واظن خمسة واخر واحدة 2 كيلو وات. كل واحدة بتسبب أضرار صحية بقدر معين، وده الثيرمال راديشن اللي بيحصل من نتيجة الحرق بتاعة المادة الملوثة ديت. تمام؟ فبرضو الموديل بيقدر يعمل إيه؟ زي ما بيقدر يعمل الديسبيرشن، بيقدر يعمل فاير، يقدر يعمل إكسبلوجن. فتخيل حضرتك قد إيه الموديل ده مفيد، ويقدر يعمل المحاكاة لثلاث أنواع من المشاكل البيئية أو الصحية من مادة معينة. لو هي المادة دي مجرد الانتشار بيعمل لنا ليها انتشار، لو المادة دي فليمابل وقابلة للاشتعال ممكن يحصل منها فاير أعمل موديلينج ليها، لو المادة دي بريشرايزد وممكن يحصل منها انفجارات فعلا برضو بنقدر نعمل منها السيميليتد اكسرسايزز للإكسبلوجن ده. فالموديل ده لا تتخيلوا قد ايه مفيد ومهم جدا. طيب انا دلوقتي عرضته كده في، يعني وريتكم الاستخدام الاولي للموديل. هنعمل حاجه لطيفه بقى النهارده، ايه؟ هبعت لحضراتكم سيناريو. السيناريو دوت عباره عن حدوته ان حصل ريليز من ماده، والمادة ديت ليها المواصفات اللي هي الانبوتس كلها زي ما احنا دخلناها، هتلاقوها في الحدوتة. الحدوتة هتلاقي فيها كل المدخلات اللي حضرتك محتاجها زي اللي احنا دخلناها النهاردة. المعلومات الخاصة بالتانك، المعلومات الخاصة بالظروف الجوية، المعلومات الخاصة بالمادة ذات نفسها، كل حاجة ليها علاقة بالانبوتس هتلاقيها في الحدوتة. المطلوب من حضرتك تقرأ الحدوتة ديت كويس وتستخلص منها المعلومات دي، وتروح بقى على الموديل تدخل المعلومات دي. انا برضو عشان تسهيلا للموضوع هبعت لك ملف فيه الايه الخطوات زي ما احنا عملناها كده بالظبط، هتلاقيها خطوه بخطوه حضرتك تنفذها بايديك، عشان دي تبقى طريقه او وسيله تانية حضرتك تدخل بيها البيانات. اتفقنا؟ وبعدين المطلوب من حضرتك ايه؟ هتنفذ ادخال البيانات ديت. اول ما تطلع نتيجه زي مثلا الرسمه اللي قدامنا ديت اللي هي الرسمه بتاعت الثريد زون ديت، حضرتك هتصور لي الشاشه دي كده بالظبط بالموبايل، هتصور لي الشاشه دي، هتاخد لي برنت سكرين من ديت وتبعتها لي على مين؟ على التليفون. استاذنكم بس ثواني هرد، بس معلش ثواني، خليك معايا حضرتك ثواني. ايوه تمام يا جماعه، معلش سامحوني انا اسف. طيب يبقى حضراتكم هتنفذوا السيناريو ده خطوه بخطوه زي ما انا بعته لحضراتكم، عشان بس اطمن ان حضراتكم نفذتوا الخطوات ديت وان وصلتوا لنتيجه صحيحه. حضرتك هتعمل برنت سكرين للشاشه زي اللي قدامك دي كده وتبعتها لي على الواتساب. اوكي؟ ده يعتبر برضو اكتيفيتي، وعشان اطمن ان حضراتكم هضمتوا الايه الحته ديت وعرفتوا ازاي تشغلوا الموديل وتدوني النتيجه النهائيه بتاعه السيناريو ده. اتفقنا كده يا جماعه ولا في حاجه مش واضحه؟
لا تمام يا دكتور. طيب جميل جدا، انا هبعت لحضراتكم الحاجه النهارده النهارده على الكلاس روم بتاعنا، وان شاء الله باذن الله انتظر من حضراتكم باذن الله الايه النتائج. طيب هل في حد من حضراتكم عنده اي استفسار على مستوى الكورس كله او اي ملاحظه او اي حاجه، عشان بس يعني نشوف احنا لو في اي لقاء جديد او حاجه زي كده؟ لو سمحت يا دكتور بعد اذن حضرتك. عيني يا ربنا يخليك. وانا ليا طلب بس لو امكن، لو يعني طبعا احنا اخذنا الامتحان اللي فات، وطبعا الامتحان خلاص مش معانا نسخه منه يعني، فاحنا نسيناه، او بالنسبه لي انا نسيته. لو في مثلا يعني نماذج تانية بحيث ان احنا ممكن نستعين بيها برضو في المذاكره، يعني بحيث الافكار تبقى كلها قدامنا يعني. طيب حاضر، برضو فكرة حلوة، لو كده ممكن أبعت لحضراتكم برضو كده عينة من الأسئلة حضراتكم تبقى جايد ليكم وتبقى برضو أثناء المذاكرة. طيب حاضر، دي فكرة كويسة. حاضر عناية. طيب تمام، لو حضراتكم مشكورين، الناس بدأت تكتب الأسماء هي في الشات، يبقى كتر خيركم كمان، ممتاز جدا نكتب الأسماء. طيب يبقى كده ان شاء الله نقول لحضراتكم كل ترم وحضراتكم بخير وطيبين، وان شاء الله على مدار الفترة دي تخلينا على اتصال. رقم واحد انا انتظر من حضراتكم الفيدباك او الاوتبوتس بتاعت الموديل عشان اطمن ان حضراتكم يعني ما فيش اي مشكلة حصلت. لو في حد عنده اي استفسار عن برضو تشغيل الموديل، وقفت معاه حاجة، أنا يتصل بي وأنا أكون معاه على اتصال خطوة بخطوة. وبرضو الفترة اللي جاية من هنا اليوم الإيه الامتحان يوم 20، أو لو ظهرت أي معلومات عن الامتحان برضو هنكون على اتصال. لو في أي استفسار أو أي ملاحظات برضو أنا معاكم في على مدار الفترة اللي جاية دي كلها. بتمنى لكم كل الخير والتوفيق. أنا بشكركم على ساعة صدركم على مدار الترم كله، وحقيقي والله والله وبدون مبالغة يعني، يمكن الكورس ده أنا بدرسه لأكتر من مجموعة، وهتكلم على الدراسات العليا، لكن حضراتكم المجموعة بتاعتكم فعلا مجموعة مميزة، مميزة بالأداء، مميزة بالفكر، مميزة بالأسئلة، مميزة بالخبرات. صدقوني والله بأمانة، يعني أنا المحاضرة بتاعت يوم التلات دي بتختلف عن أي محاضرة على يعني نفس نوع المحاضرة دي، أما بتتدرس ممكن بتبقى شكل تاني. ليه؟ بتعتمد على الريسبونس بتاعت الإيه؟ بتاعت طبعا أنا من ناحيتي أنا بقول المعلومة كاملة، لكن زي ما حضراتكم كده شفتوا في أسئلة زي أختنا مهندسة وفاء، باشمهندس إبراهيم، باشمهندس شادي، يعني باشمهندس سامح يسأل، أختنا ندى بتسأل، يعني أسئلة متنوعة صدقوني بتبقى إضافة، بتفتح فكر، أنا شايف إن هي مفيدة وإضافة قوية جدا كمان. ف حاجة إحنا ملاحظين كده حتى من حضرتك، حضرتك بتنزلها على نعمل حضرتك فولو على اليوتيوب، في محاضرات تانية حضرتك بتنزلها بنسمعها برضو بس ما بيبقاش فيها كم التفاعل ده يعني. حضراتكم شفتوا المحاضرات التانية؟ يا دكتور شفناها. انا عامل بنشوفها دايما، بس مش بيبقى فيها فعلا نفس الاسئله دي يعني. فعلا فعلا والله بامانه، يعني ممكن نفس المحاضره دي بدرسها، انا قلت بكلم حضراتكم بكل صراحه، نفس المحاضره دي وبقول ممكن نفس المعلومه بس ما فيش تفاعل. التفاعل ده انا بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، يعني انا المحاضرة ما بتبقى في القاعة والكلاس روم أو في المدرج، أنا بكون أسعد بني آدم في الدنيا ما بكون جوه القاعة. ليه؟ بيبقى في تفاعل بيني وبين حضراتكم. لما وصلنا لمرحلة اللي هو الأونلاين وكلام من ده، طيب ماشي، بس أنا ما بتدينيش الإشباع الكامل لأن أنا أبقى مبسوط، بس أمر الله علينا كلنا، أمر الله علينا كلنا. يمكن كان الاول في بعض الاساتذه بتروح بتدرس في المحاضرات في القاعات والمدرجات، لكن انا كنت عارف الحاله اللي احنا هنوصل لها ديت، فقلت من الاول بدل ما نبدا كذا ونرجع تاني، لا انا خدتها من الاول.
المهم فأنا البديل ليها إن أنا أتكلم مع حضرتك وتسمعني وأرد عليك وترد عليا وهكذا، يبقى فيه انتر أكشن عشان حضرتك تستفيد وتبقى مصحصح، وأنا برضو نفس الكلام بستفيد من خبرة حضرتك وأحس إن أنا مبسوط ومرتاح في نقل المعلومة دي. ففعلا حضراتكم مجموعتكم مجموعة مميزة من كل حاجة. فأنا ويمكن كمان دكتور علشان احنا شغلنا معظمنا شغل قريب من المادة بتاعت حضرتك دي. أيوة. الواحد بيبقى عنده فعلا باك جراوند من قبل كده، وطبعا بس تبقى في يعني انا كان عندي فكرة عن الديسبيرشن بتاع او سوري الديستريبيوشن بتاع السيفتي تولز او السنسورز بتتوزع بحاجة زي كده، بس كنتش عارف في الموديل، فلما حضرتك قلته فطبقته فعلا على الشغل عندي، فالموضوع بيخلي الافكار تيجي من كده يعني. تمام. يعني ده كمان ممكن ما يكونش عندها نفس الباك جراوند فالتفاعل يكون قليل يعني. بس لا لا، ده انا هقول لحضرتك حاجه كمان لطيفه، انت حضرتك تعرف اللي هي الثريت زون ديت بيستخدموها مثلا في شركات بتاعه البتروكيميكالز او كمان ال ان جي الشركات بتاعه الليكوفايد ناتشرال جاز، بيعملوا الثريت زون ديت بالاحمر وبالاصفر او الاورنج والاخضر حوالين التانك ذات نفسه. ليه؟ عشان يقولك لو حصل ريليز ولا حاجه العمال او الناس اللي بتتعامل مع الكرايسيس ديت لا يتجاوز الخط الاحمر، يعني ما يعني رسم له خط احمر على الارض عشان ما يتخطاش الخط الاحمر ده، لازم يكون في الاورنج او الاخضر. يعني الموضوع مش موضوع توزيع بس السنسورز او الديتكتورز، لا دي كمان في الكرايسيس مانجمنت عشان يطفي حريقه او عشان يعمل تبريد لتانك او حاجه زي كده لازم بيبقى ملتزم بالحدود اللي حوالين التانك، عشان لو حصل حريق ولا حاجه في محدد اللي هو الثيرمال راديشن الاشعه ده بيوصل لغايه مسافه قد ايه، ما يجازفش بالعمال بتوع الاطفاء الحريق وانه يخش في المنطقة ثريت زون ديت. خدت بال حضرتك؟ تمام دكتور. هو بس هي الفكرة ان احنا كان دايما بنستقبل البرودكت، يعني كنا بنشوف البرودكت ده في الاخر بس ما كناش بنبقى عارفين بيتعمل ازاي، فده اللي بنتعلمه حضرتك بقى في الكورس ده. ما هي دي بقى سبحان الله، ما هي دي برضو انا كان نفس الوضع ده كده زمان، هم رسموا ليه الخط الاحمر اشمعنا المسافة دي، حسبوه على اي اساس؟ يعني حسبوا المسافة الخط الأحمر ده الدائرة الحمراء دي على أي أساس؟ ما زادتش ليه شوية ما قلتش ليه شوية، والخط الأورنج ده والخط الأخضر إيه إشمعنا إيه الحكمة من حاجة زي كده؟ فالواحد مع الخبرة مع الدراسة ومع المذاكرة ده فبيعرف حقيقة الموقف ده إيه وحقيقة المعلومة دي إيه. بس أنا بشكركم فعلا والله، مجموعة مميزة. احنا اللي متشكرين لحضرتك والله يا دكتور. تسلم. الله يخليك باشمهندس إبراهيم، حضرتك من الشخصيات الجميلة اللي أسئلتها فعالة جدا وبتفتح فكر ورؤية ومن الناس على مستوى الجروب كله، بشكرك. ربنا يخليك، ده من ذوقك يا دكتور. الله يكرمك. تسلم. الله يخليك وبشكركم جميعا وأتمنى لكم كل التوفيق، وهنتظر برضو من حضراتكم أي استفسار أو تساؤلات في الفترة اللي جاية إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. ربنا يكرمك. ربنا يخليك باشمهندس سابح، كتر خيرك، وإن شاء الله نطمن عليكم دايما بكل خير، وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب بإذن الله إن شاء الله. شكرا دكتور، ربنا يبارك فيك. تسلموا. تسلموا. الله يخليكم. سلامة الله ونشوفكم على خير دايما بإذن الله. السلام عليكم. ان شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تفضلوا. تفضلوا.